بقول لك يا ابو حميد، قول عايزك بقى تقول لي هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عن نفسي رايح لبلحه دلوقتي، ما اشوف هيعمل معانا ايه. بلحه؟ بلاش بلحه، ده كل الناس اللي سافروا عن طريقه ما سمعناش عنهم اي حاجه. طبيعي، هو في حد بيسافر وربنا يكرمه وعايز تسمع عنه حاجه؟ ما احنا ان شاء الله عندنا لما ربنا يكرمنا هنروح برضه وننسى الدنيا وكل حاجه. طب ما تسمعني وبلاش بلحه. اسمعني انت، انا ظبطت كل حاجه خلاص. أنا هسافر، عايز تسافر معايا أهلا وسهلا، مش عايز تسافر معايا خليك هنا، لو حر عجبك اتفضل، عيش فيها لغاية ما تخلف. هتسيبني لوحدي؟ أنا مش عايز أسيبك لوحدك، بس أنت اللي راكب دماغك، عامل لك إيه؟ اسمع مني يا صاحبي، اللي بيعدل بره التاني بيرجع ملك، سلطان زمانه. ها، قلت إيه؟ في ناس كتير بتغرق ولا بتحصل. تعملوا ايه يا عيال يا صيا عيال؟ هاكيمو ما تروحوا كل واحد يخش على بيته، ده انتوا حاجه فظيعه. ازيك يا كاميلا؟ ازيك يا عادل؟ شوف حالك، شوف حالك يلا. هو انت كنت فين يا كيمو؟ كنت بزور حماتي. حماتك؟ والله فيك الخير. يا نهار ابيض، محدش بيعمل كده اليومين دول. واحده زيك بعد ما يموت جوزها المفروض تقطع معاهم يعني. حرام عليك، ده راجل كان محترم وكويس جدا. محترم كويس جدا. ها؟ اه ماشي ماشي يا كيمو، لو عايز حاجه بايه تسلمي على طول، تجيبي تحت الخدمه. ماشي. ها؟ سلام. اي حاجه. ها؟ ها؟ سلام يا موز. كنت فين؟ بسم الله. وين؟ ايه كنت فين دي؟ تعبيطه بت في دماغك ولا ايه؟ كده يا احمد انا غلطانه اني بقلق عليك. بقول لك ايه؟ امك في المحل؟ اه. انت مش كنت قلت لي ان عندكم غساله ما بتبصش؟ اه وحياتك، محدش عارف يظبطها خالص. انا هظبطها لك حاكم، انا استاذ في الغسالات. ظبطك. أنا مش فاهمة إيه يعني المقابلات اللي بتحصل في الشركات بالليل دي؟ أي انترفيو بيبقى الصبح مش بالليل كده. كل شركة وليها طبيعتها، وبعدين دي شركة أزياء وتجميل وشغلانتها 24 ساعة في الـ 24 ساعة، يعني المقابلة دي مخصوص متوسع علينا فيها. أنا خايفة. ما تخافيش بقى، يلا يلا. إيه؟ مساء الخير. مساء النور. أنا عايزة أمشي. إيه؟ إحنا ما صدقنا نمشي. إيه؟ تعالي. لو سمحت. استاذ مدحت موجود؟ اصل احنا معانا ميعاد معاه. بس استاذ مدحت مش موجود، الموجود دلوقتي سكرتيره الخاص استاذ لؤي. نقابله، اصل احنا متوسع علينا من كمال بيه الاسيوطي. اوكي، ممكن ثانية واحدة؟ انا نفسي افهم، انت منشف دماغك معايا ليه المرة دي؟ انا؟ بالعكس، ده انا ماشي على الخط اللي انت راسمه لنا من الاول للاخر، انت بس اللي بتنسى. انا اللي بنسى؟ وايه الميزانية دي؟ ما هو بصراحة انا زعلان. من ايه ان شاء الله؟ تصور يا لؤي ان انا بحسبه صغيره كده، اكتشفت ان انا خسران في اللي فات كله. بتتكلم بجد؟ اه والله. لا مش معقول. اه ده انت جاي تعلي عليا بقى. انا ما بحبش كده على فكره. وبعدين ما تخلينيش اقول علمناهم الشحاته. لا انا عمري ما كنت شحات ولا احب اتعلم الشحات. خد بالك من كلامك يا لؤي، احنا ملناش غير بعض، بلاش تعض فيا يا اخي. اضحك عليا بكلمتين. استنى مستر لؤي، في بنتين بره بيقولوا انهم من طرف الاسيوطي. اه طب بعد اذني خليهم يستنوا شويه. طيب شكرا. اه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان انت حبيب قلبي. انا كل اللي انا عايز اعرفه احنا الموسم ده هنطلع بقد ايه. طمنا طمنا. بقول لك انت حبيب قلبي، حط في بطنك بطيخه صيفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معايا عرض هايل، تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هايل جدا. وانت اسمك ايه؟ طيب معايا عرض تاني، تشتروا مكانتين حلاقه وعليهم مولعه هديه. مش ترد على السؤال الاول يا جميل؟ شكلكم كده مش عايزين تشاركوا. شكرا. رايحه فين؟ احترم نفسك بدل ما اخلي القهوه كلها تتفرج عليك. طب احترم نفسي ازاي؟ تحترم نفسك كده. غوري غوري بتاعتك القرف. لا طبعا انا مش موافقه. وعلى فكره لازم تفهموا كويس قوي ان انا اللي بقرر مش حد تاني. اوكي سلام. مالك يا ايت بتزعقي كده ليه؟ محدش فاهم شغله، كل واحد شغال بمزاجه وخلاص، فاكرين نفسهم بيفهموا.
وانت بالعصبيه دي هتعرفي تشتغلي يعني؟ معرفش بقى يا ماما، انا تعبت اصلا واعصابي تعبت، مش قادره استحمل. عايزه اسافر في اي حته، عايزه اريح اعصابي. وماله يا حبيبتي سافري، عمك سمير ومروان مسافرين. وانا مش هسافر مع عمي سمير ومروان. اوكي خلاص يا حبيبتي براحتك، انت حره. على فكره على فكره باباكي اتصل وكان عاوز. لا 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 غير السيره دي، مش عايز اسمعها خالص. معلش كلمي، هيفتكرني انا اللي منعاكي. اكلم مين؟ ما بكلمش حد انا. معلش هو عاوز يقابلك وصوته تعبان. والله تحب اكلمه دلوقتي حالا اقول له ان انا مش عايز اشوفه خالص عشان تستريحي؟ معلش عشان خاطري انا. انت عايزه ايه يا ماما؟ هكون عايزه ايه؟ عايزه ميره اختك اللي قاعده هناك اللي غاويه فقري دي. الله، ما هي اللي حابه اولاده من سميه. بعد ما انت قلت لها مليون مره تيجي تقعد معانا هنا، هي مش عايزه. خلاص بقى براحتها. بنا على فكره البت بنتك دي انا اعتبرتها اختهم هم، مش اختي انا اصلا. لا اوعي تقولي كده، هزعل منك جدا. الا ميره. وتزعلي مني انا ليه؟ هو انا اللي قايله هتقعد هناك؟ يلا مامي انا نازله، عايزه حاجه؟ هتقابلي سامح؟ اه هقابل سامح. خلي بالك بقى يا حلوه عشان هو عينه منك. ايه عينه مني دي؟ مامي انا مش بحب الكلام بالطريقه دي خالص، فبليز بطلي. اوكي خلاص يا حبيبتي، ما هي ليكي. حلو كده. وانا هقابله عشان شغل بس مش اكتر. حلو كده. طب اسمعي مني بقى، سامح غني، عنده فلوس وعنده شركات، ولو فضل يصرف منها هنا المليون سنة مش هتخلص، ودي فرصة ومش هتتكرر. استني بس، رايحة فين؟ أنا هجيبلك من الآخر. هو في حد ذاته ما يهمنيش. مامي I know his storage، بس مش عارفة، في حاجة غريبة في شخصيته، مقلق كده. شخصية ايه وبتاع ايه؟ هو انتوا بعد الجواز هتتقابلوا اصلا؟ اذا كان بيقابلك دلوقتي فعشان انت مش مراته ولا ملكه، لكن بعد الجواز هيبقى مشغول بالمصانع والفلوس والشركات، وانت كمان لا هتسيبي مركزك ولا نجاحك، فايه المانع بقى ان المية تجري في العالي؟ I love you mom. Bye. Bye. نصحى زي امك. وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله. تعملي ايه؟ خبي مني الشعر يا سمر؟ اه يا ست ميرا، انت بقى جايه تتريقي عليا وتتسلي. انا؟ لا والله العظيم، انت عارفه ان انا بحب الاشعار بتاعتك. بجد؟ اه والله. وريني ما اتفرج. الله، ايه الجمال ده؟ عجبك؟ حلو جدا. مين؟ ماما. طب ما تردي عليها. مش عايزه ارد بصراحه، يعني هتقولي تعالي وانتي عارفه بابا تعبان وما اقدرش اسيبه في ظروف زي دي. مش عايزه تشوفيها؟ اكيد عايزه اشوفها، يعني امي برضو مهما كان. تعرفي ان انا معجبه بيكي جدا؟ ساعات بقول انتي ازاي قادره تسيبي الهز اللي بتعرضه عليكي امك وعايشه معانا هنا؟ عشان بابا محتاجني. كفايه عليه ايتم. انتي بنت جدعه وانا بحبك على فكره. اصحيح مامتك ما تنزليش من زور، مرات ابويا بقى. والله هو ده نظام الشركه عندنا، يعني هنا مفيش مواعيد، مفيش حاجه اسمها ان انا ليالي شغل محدد لحد ما فتره التدريب بتاعتي تخلص. وانا بصراحه كده مش هكدب عليكم، انا لولا ان الاستاذ كمال موصي عليكم انا اقسم بالله ما كنت شغالكم بمناظركم دي. بس مفيش مشكله، انتوا شكلكوا حلو وشويه تظبيط كده هتبقوا سوبر. يلا على تليفون. شكرا، مع السلامه. فريدي وشك يا ماما، فريدي وشك. السلام عليكم. مع الف سلامه. انا الميعاد الوحيد اللي مش ممكن اتاخر عليه ابدا الشغل. طبعا عموما انا وصلت على فكره، لو فتحت الباب دلوقتي حالا هتلاقيني قدامك.
شفت بقى؟ عشان تعرف ان مواعيدي مظبوطة. وانا مستني من الصبح. اتفضلي. ميرسي. مراتك موجودة؟ لا مراتي ده ايه؟ احنا اتطلقنا خلاص. ياه بسرعة كده؟ يعني كانت متعبة قوي. وانت بقى اللي ملاك؟ خالص. على فكرة الملايكة مالهمش مكان على الأرض. أمال مين اللي ليه مكان على الأرض؟ الشياطين؟ البني آدمين أسوأ من الشياطين. وجهة نظر. عموما دي حياتك الشخصية أنا ما أقدرش أتدخل فيها. قول لي بقى هنعمل إيه في الشغل اللي بيننا؟ احنا هنفضل نتكلم واحنا واقفين كده. اتفضلي. اتفضلي. يا ستي أنا تحت أمرك في كل اللي أنت عاوزاه. تحت أمرك؟ والله فكرتني بالأفلام العربي القديمة لما واحد بيجي يضحك على واحدة كده. ليه كده بس؟ بص يا سيدي أنا المهم عندي إن السوق يبقى بتاعي، وبصراحة كده مفيش حد عامل لي إزعاج غيرك. ماشي يا ستي، لو عندنا نسحب من السوق برضه عشان خاطرك أنا موافق. يا ريت. كده. قلت إيه؟ شوفي آيتي، أنت عايزة السوق يبقى بينك وبين نفسك ولا بيني وبينك؟ لا بيني وبينك، أنا واضحة وما بحبش اللف والدوران. خلاص أنا عامل ملف جاهز، بكرة الصبح هيكون عندك في الشركة. يعني اعتبر إن السيزن الجاي ده هيبقى بتاعي؟ هيبقى في جيبي يعني؟ في جيبك ولا في جيبنا؟ لا أنت كده ما فهمتنيش برضو. بص، اللي أنا عايزاه إن السيزن الجاي ده يبقى بتاعي ولوحدي، وأنا ماليش منافس غيرك. بعدين أنا شايفة إن أنت مش محتاج السوق هنا في حاجة، أنت مظبط حالك بره، خليك أنت بقى بره وخليلي أنا جوه. أيوة بس أنا فاهم إن إحنا هنبقى كيان اقتصادي واحد. ما هو احنا لما نقسم الامور بينا هنبقى كيان اقتصادي واحد وهنبقى حبايب كمان. قايتلي انت فكرتي وقررتي على اساس ان انا وافقت. طب تعالى نكمل كلام في الموضوع ده واحنا بنتعشى بره. ماشي يا ست. ايه الروقان والدلع اللي انت فيه ده؟ فينك يا عم رامي تيجي تشوف؟ بقولك ايه، ما تجيبيليش سيرته بقى، انا مش عايزه اتجوزه خلاص. لا يا شيخ، امال ايه مود النحنحه اللي انت فيه؟ ما بيسالش فيا خالص يا كاميليا. يا عيني معلش. خدتي الدواء؟ لا. ليه كده؟ مش عايزه اخد الدواء، انا خلاص زهقت. وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هخف منه، ملوش اصلا علاج، انا بس محمله بابا عبء على الفاضي. اولا انت مش محمله بابا عبء، ثانياً طالما مش هنخف يبقى نصحبه، يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه. كاميليا بقولك ايه، سيبيني بقى عشان خاطري، مش عايزه اخد دواء، انا كيفه ان انا اترهب من وابعد عن كل الناس، كنت عملت كده وخلصت. بقى بالذمه ده اسمه كلام؟ لما الجمال ده كله يترهب ويبعد عن الناس، امال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال؟ انا بجد خايفه، انت مش فاهمه انا خايفه قد ايه، خايفه اخلف عيال زي، والله كل يوم بخاف انزل اتجيلي الحاله وانا في الشارع. ما هو عشان ما تجيلناش الحاله واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء. كاميليا انا بجد زهقت، انت مش فاهمه انا حاسه بايه، انا حاسه ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت، انا مش عارفه انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده، انا بجد ما اعرفش. طيب ده مين جاي الساعة دي؟ هتكسر الباب؟ قلت طيب. ايه يا ولد؟ هتكسر الباب؟ فين يا أما كنت فين؟ بقالي ساعة بخبط على الباب. هكون فين يعني؟ قاعدة متهببة مستنية المعدول. المعدول ده بقى اللي هو أنا؟ يا أخي أنت كدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني، على طول إيد ورا وإيد قدام فاضية، عمرك ما جبتلي حاجة، نفسي أحس إني مخلفة راجل. إيه؟ إيه ده يا سيدة؟ ولا في إيه؟ أنا مناخيري ما تكدبش أبداً،
انا شامم ريحه كباب وكفته في البيت ده. ايوه الجيران، الجيران من الصبح مش رحمين حد، مش عاملين حساب الناس. جيران علي انا برضه سيده. اه جيران اقطع دراعي المكان الكباب والكفته في البيت ده. يعني انت كنت هتبات عند عادل؟ ايه اللي جابك عادل؟ مين والناس نايمين يا حاجه؟ انت مش قلت هتبات عند عادل؟ انت مخبيه كباب هنا؟ انت بتعمل ايه؟ بدور على الكباب والكفته يا حاجه. اهو بتشتغلين هنا يا سيده؟ الكباب والكفته هم بتخبى على ابنك صباعين كفته وحته لحمه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. طول عمري اقول الشقه دي مسكونه، احنا لازم نعزل. مسكونه مسكونه، شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكله عادي. انت بتعمل ايه؟ باكل جعان. طب ده عشا النهارده وغدا بكره. طب اقعدي بس عشان عايزك في موضوع مهم. اقعدي. انا مسافر. سافر يا اخويا والقلب دعيلك كده اهو من غير ما تقولي لي راح فين. داهيه رايح فين؟ داهيه راح ايطاليا. هما طالبين بقر هناك. يوم انا بتكلم بجد مش بهزر. هتسافر ازاي يعني؟ اتفقت مع بلح. بلح النصاب؟ وده هتصدقه؟ ده كذاب ونصاب يا ولد. اعمل ايه يا اما؟ انا كان لازم اشوف لي سكه اخرج بيها من الفقر اللي انا فيه ده. طب ما تسيبك من كاميليا بنت سميه الفقريه وتجوز بنت زينب اللي بتلعب بالفلوس لعب. هي مش كاميليا دي تبقى بنت اخوكي برضه ولا انا غلطان؟ لا، بنت سميه الفقريه اللي جايبه لنا الفقر، ربنا ياخدها زياده ما هو واخدها. الله، زعلان عليها قوي. طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنه جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقه، يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه. بقول لك يا اما فكك بقى من الكلام ده، انا بجد مسافر وقلت اقول لك عشان يبقى عندك علم. يا ابني يا ابني استهدى بالله واقعد، وبكره ربنا هيفرجها، بس قول يا رب. ما انا عمال اقول يا رب، طول عمري عمال اقول يا رب، ما فيش حاجه بتحصل. اهو ما صدقت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله. وهتدفع فلوس بلح منين؟ ده بياخد فلوس قد كده على قلبه. عدل ادفع لي وبعد كده انا ابقى ادفع له من فلوس الشغل هناك. اتلب المتعوز على خايب الراجه، وعادل هيدفع لك ويدفع له منين يا خايب؟ هنتصرف يا اما هنتصرف. طب يلا قوم. قوم اروح فين؟ بس خلاص كده قوم. ايه هو ده اللي خلاص؟ انا لسه ما شبعتش. لا يلا يا واد، ده لسه بكره. لا احنا في النهارده مش في بكره. الله، هو انت واكل وحدك؟ طب خدي كلي معايا. حلوه جميله هتعجبك. ايوه. بقول لك يا عبد العزيز، هتقدم في الشقه بتاعت الاسكان الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوزاره. يمكن القرعه تجيلك وتاخد شقه بالقسط على 20 سنه. جبال حد ضمن عمري؟ عشان حكايه القسط دي ما بحبهاش. عندي كم بنات بجهزهم دلوقتي، عايزه تتشاور، عايزه تجهز. عالم. ما انا بقول لك عشان البنات، يمكن الشقه دي تطلع نصيب بنت مش سبع بنات اللي عندي. أنا عندي ستة بس. أنت هتغلط؟ لا لا، ستة مع أيتي، معيشة مع أمها وجوز أمها دلوقتي، بس لها أمورها معاها. دي بقت مديرة كبيرة. يا الله. الكلب دي بقى لي سنتين ما شفتهاش. لا، أمها هي اللي مقوياها. هي اللي محرجة عليها إنها تجيلك أو تتصل بيك. لا يا أخي، مش قوي كده. حظوظة برضه. مش عارف والله. لا طوعك ولا طوع قلبي. لا، طوعني أنا طبعا. البنات بيشتاقوا لأبوها، والبت مهما بعدت بتحن لحضن أبوها. اسمع مني أنا. يعني أنت رأيك إن أنا اللي أروح أشوفها؟ طبعا يا أخي. الله، بنتك ومن حقك تشوفها. مش كفاية سبتها لها؟ وبعدين عايز أقول لك على حاجة، أنت المفروض الست دي ما كنتش تتجوزها من الأساس. كل شيء نصيب يعني. بعرف الفات وصام العقل. بعدين هي خلاص اختارت وسعيده في حياتها وراضيه، الحمد لله على كده. انت ما عندكش حد غلطان خالص. ماشي اعمل اللي عجبك يا ابو عزيز. انا هصلح فيك ايه؟ ما خلاص. انا هقوم دلوقتي اروح اشوف البنت. يعني استنى بس، شوف دلوقتي. صلي على النبي، صلي. هموت واشوف يا بخت من زار. وصلي واتملى بنور جماله. صلي. ازيك يا كريم يا ابن الكريم؟ ازيك يا خليله، عامله ايه؟ نحمد ربنا. خد السبحه دي.
يا خليل ده انا بقى عندي دكانك سبح في البيت. بس دي مش اي سبح، دي من مكه، تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك عليه الصلاه والسلام. شكرا كتر خيرك، خد سبح. لا متشكرين يا سيدي. النبي ما هتورد على جنة. أنا اللي مش هورد على جنة؟ والله أنت لا هتوردي على جنة ولا على نار أصلا. قرب خاطر. قرب خاطر مين؟ صدق في الآخر هتطلع الست دي أغنى مني ومنك. روح روح يا شوف هتعمل إيه. يلا روح روح اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع ألف سلامة يا سيدي. أحمد. عارف إيه؟ أخد بعضك كده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح مشوار صغير لغايه اول الشارع كده وراجع على طول. انا سمعت انك اليومين دول لازق عند بلح، ايه الحكايه؟ ما انا لا بنقعد عنده يعني بنقضي واجب يعني بنقضي وقت. احمد اخر قعدت كنا ناوي تخلع، انت شايف اللي بيموتوا في عرض البحر. يا خلي بحر ايه واخلع ايه، ما فيش كلام من ده. على كل حال انا كلمت لك المدير عندي في الشارع. لا خير الله يخليك، لا مدير ولا احزنون. لا أنا مش عايز أشتغل في وظيفة حكومية، أنت عارف خلي الوظيفة الحكومية دي يعني عاملة زي المقبرة، أنا لو دخلتها من هنا مش هخرج منها. أنا ما أقصدش حاجة خلي، أنا آسف، أنا بس عايز أقول يعني إن أنا مش عايز أضيع عمري في مصلحة حكومية، ده يقول لي اعمل كده، وده يقول لي ما تعملش كده، وآخر الشهر أخد لي ملاليم، لا يأكلوني ولا يكسوني، ولا أنا غلطان يا خالي؟ لا لك حق، لك حق. أنا آسف يا خالي، ما أقصدش. لا لا حبيبي، لا لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. مش يا خالي، مش هسامحك. أشكرك، شكرا يا أبو أحمد. الله يبارك. إيه يا بنتي؟ هتفضلي قاعده كده قدام المرايه لحد امتى؟ هو انت ايه اللي مضايقك يا منى؟ خايفه عليكي تتجنني مخك يتلحس. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليا، اللي بيتجنن ده اللي ما بيعرفش يبص للمرايه، انما بقى يا بخت اللي مرايته بتحبه. تصدقي انك بايخه وقلت الذوق. بقول لك ايه، انا مزاجي عنب ومش طالبه معايا واحده زيك تبوظهولي. ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك. ايه واحده جايه من الشارع؟ بقول لك يا بنتي، انت بنت معقده ومستفزه، انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير، روحي شوفي حد غيرك اتكلمي معاه. خلاص تصدقي بالله ان انا غلطانه، انا جيت لك اصلا. ما تغلطيش تاني. مستفزه. الو انا اسفه يا استاذ لؤي على الازعاج، أنا بس حبيت أكلمك عشان أشكرك. لا لا تمام، أنا هاجي طبعاً بكرة، متقلقش. باي باي. أختك مروة دي هتتهبل من كتر قعدتها قدام المراية. مالكيش دعوة بيها. هو إيه اللي ماليش دعوة بيها دي؟ وإحنا مش إخوات وعايشين في بيت واحد؟ وأنا أنت عايزة إيه؟ هاتي من الآخر. سيدي بتعمليش الهيصه دي كلها وقلبه الوش دي غير ما تكوني عايزه حاجه. يا بنتي انا صعبان عليا بس فلوسها اللي عماله تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها، مش احنا اولى بيها؟ ايوه هاتي من الاخر، عايزه ايه بالظبط؟ بصي يا ستي، انا عارفه انك انت اللي هتفهميني فيهم، الصراحه انا عايزه اعمل مشروع. بقولك يا منى سيبيني عشان خاطر انا دماغي مش رايقه. والله العظيم مكسبه مضمون، وهو نساعد ابوكي شويه بدل العيشه اللي احنا عايشينها دي. يا منى بقى سيبيني وحياه ابوكي، عايزه اتفرج على الفيلم. هو انتوا مالكم كلكم النهارده ضاربين 111 كده ليه؟ بقولك ايه يا حبيبتي، بدل ما انت عماله تلف على كل واحده في البيت عشان تسفي الفلوس اللي بتجيبها، ما تشقطي لك عريس يتجوزك وينيكي في بيته ويريحك من التفكير في المشاريع. تصدقي بقى انك قللت الذوق؟ وبعدين ايه يقنيني دي؟ هو انا هتجوز ديك؟ يا اختي يجي الديك بعد كده ربنا يحلها. على فكره بقى، والله العظيم انا لو عايزه اتجوز هتجوز من بكره، بس انا اللي ماليش نفس. لا ده انا واثقه والله. ربنا يفتح نفسك. هتموت هتموت وتتجوز. يا اختي خليها تموت تبقى تقابلني. انا مش معاكي خالص يا كاميليا في اللي انت بتقوليه ده، ده حقك ولازم تاخديه من حبايب عينيهم. يعني اروح امسك في خناق الناس؟ خناق ليه؟ هو ده مش حق، والله العظيم انا مش فاهمه.
يعني الله يرحمه كان جوزك ودي شقته وانتي ليكي حق فيها، يعني ايه المشكله لما الامور تتصفى؟ انا لو منك هقلب الدنيا. ماشي، انتوا بقى اللي ناسيين ان الشقه دي في بيت عيله وانا ما خلفتش، يعني هم ليهم حق فيها. في الاخر بقى اروح امسك في خناق الناس عشان اكمل ليه من اللي ليا؟ والنبي لو مليم واحد حقك يا كاميليا ولازم تاخديه، ده ايه الهم ده؟ اقول لك على حاجه يا كاميليا، بس ما تزعليش مني. انا هزعل منك ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه انت كده غلطانه اللي اتجوزتيه من الاول. ماشي يا اختي، قولي لي بقى، هو انت يعني كنتي بتحبيه قبل الجواز؟ قصدي قبل الجواز ما حبيتهوش، لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته، بس مش قوي، بس كنت بحترم، وعشان كده مش عايزه ازعل اهله. وايه دخل الكره والحب بالحق يا كمالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ طبعا، زي ما في كتير بيحبوا بعض قبل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت. انا عن نفسي مش هتجوز واحد الا وانا بحبه جدا ولازم اامن نفسي معاه. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف انه لو زعلني هيقع دم قلبه وهيروح في 60 ده. شيخه تنيلي، هو ده يبقى حب؟ لا، دي اسمها حرب. انت يا بنت متعقده من اللي بيحصل لي؟ لا خالص، انت بس صعبانه عليا. صعبان عليك ليه يا اختي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. بقولك يا كمال، يعني انت ازاي حبيتيه بعد الجواز؟ يعني هو عمل ايه بالظبط عشان يخليك تحبيه؟ طب اقوم انا بقى. يلا قومي وافضلي لغي كده، هتتخني وتبقي قد كده. ولا حاجه، كان طيب. يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب يا كاميليا؟ أنا من أول يوم حسيت إن هو عارف إني مش راضي عن جوازي بيه. يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر، لكن عمره ما قال لي كلمة تضايقني. بالعكس، كل مرة كان بيضمني فيها كنت بشوف في عينيه أمل، أمل إني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما أكون معاه كزوجة. وإيه تاني؟ خليني أتكسف من نفسي، من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه. كان بيدافع عني، كان طول الوقت بيفكر فيا وخايف عليا حتى وهو تعبان، لكن عمره كان قصير. بس هي الدنيا كده، دايما بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر. ياه، تعرف يا كمالي أنا نفسي أحب أوي. أنتي عارفة إن في ناس ما بتعرفش تحب؟ لا فهمتي بقى. هتفهمي يا أختي، مستعجلة كله هيجي على حاجة، متقلقيش. بكلمك على التليفون ما بترديش ليه؟ كنت بتعشى مع سامي. ما انا عارفه، وصلتي لايه؟ للي انا عايزاه طبعا. اللي هو ايه؟ طمنيني. مامي، اوعي تكوني فاكره ان واحد زي سامح ده ممكن يحب ولا حاجه. وانتي مش سهله برضه. يعني هو لمح، بس انا قلت له مش وقت. صح كده، لازم يعرف ان لا يمكن تتجوزيه وهو متجوز. طلق مراته. ياه، هو لحق ده؟ ما كملش معاها سنة. سامح ده واحد أناني، عايش لنفسه بس. وانتي مستنية حد يا مامي؟ لا خالص. مدام زينب موجودة؟ ازيك يا ايتن؟ ازيك يا عبد العزيز؟ انت عارف ان ايتن كانت لسه بتقول لي حالا انها عايزه تجيلك. انت عارفه ان احنا ما شفناش بعض من قد ايه يا ايتن؟ مش كتير يعني.
سنتين مش كتير. معلش أصل أنا working all the time ومش حاسة بالوقت بصراحة. وحشاني يا أيتي. طيب عن إذنكم عندي تليفون. يا ماما ما قالتلكيش إن أنا اتصلت بيك كتير عشان أشوفك. أنا عارف إنك زعلانة مني بس حبيبتي أنت وحشاني وكان نفسي أشوفك حتى لو ماما مش عايزة. والله اتصلت بيك كتير. بابا هو أنت عايز إيه؟ يعني حضرتك عايز إيه من الزيارة دي؟ نشوف بعض؟ طب ده احنا شفنا بعض اهو كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحاره. انا ما قلتش كده والله ما قلت كده. امال ايه؟ لا ابدا انا كنت عايز اجي عشان اشوفك واقعد معاكي. طب معلش اصل انا بشتغل طول النهار وتعبانه محتاجه انام. تصبح على خير. انت قلت ايه للبنت خليتيها مش طايقاني؟ انت ليه متخيل انها مقوياها عليك؟ انت مش شايف نفسك ان انت اب فاشل؟ ولو كانت قاعده معاك كان زمانها مستقبلها زي اللي عندك. انا مش عارفه ميرا قاعده بتهبب ايه عندك. قاعده مع ابوها في حضنه وفي حماه. حماه؟ سلمي على حماه. بقول لك ايه يا زيزو؟ انت اخر مره جبت جزمه ولا شنطه لبنتك كان امتى؟ تفتكر؟ طبعا مش هتفتكر. انت عارف الجزمه اللي ايتن بتلبسها في رجلها بتدوس عليها على الارض بكام؟ تسوى مرتبك اكتر من سنه. على فكره انت اللي سممت افكارها. انت اللي افكارك مسمومه. انا لو منك ما كنتش اتجوزت ولا خلفت اصلا لغايه ما اشوف ههبب ايه في حياتي. حرام عليك يا اخي بناتك اللي عملته فيهم ده. الله يرحمك يا سميه، يا ريتني كنت نصحتك وقلت لك انفجي بجلدك. ده غاوي فقر بيعشقه زي عينيه. مامي تعالي عايزاك. جايه يا روحي. ميه قومي.
كمان شوية نجلاء، كمان شوية مية. نجلاء مية مية. ممكن ناخد الدواء؟ ها؟ هاتي يلا نجلاء الدواء حبيبي. يلا حبيبتي الدواء معلش. دكر في البيت. دكر الدواء يا نجلاء. دواء. يلا. لخصي يا كمان، يا عايزه ايه؟ ايه لخصي وايه اسلوب الكلام ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، حكم وواعظ على الصبح انا مش ناقصه. حاضر، انا اسفه. ممكن تتكلمي بعد كده مع اختك منى بطريقه احسن من كده. يلا خشي صالحيها. اصالحها ليه ان شاء الله؟ انا كنت عملت لها ايه يعني؟ وبعدين على رأي المثل، يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني ضحك الناس عليا. ايه اللي انت عماله تقول يعني ايه؟ يعني انا ما قلتش حاجه غلط، انا بقول لها الحقيقه. مش هي البت مسترجله عامله فيها راجل؟ ويا حرام فرصتها في الجواز قليله، يعني اي حد يخبط على الباب دلوقتي عشان يتجوز وتروح على طول معاه، على الاقل تلاقي حد ياكلها. انت على فكره طلعتي بنت زباله واسلوبك نيله وحاجه تقرف. طب بقول لك ايه يا كمان؟ نعم. جو الاخت الكبيره ده طول ومسخ وانا ما بقتش طايقه بصراحه. ايوه يا بنتي يا هبله، ما انا اختك الكبيره غصب عنك، اعمل ايه؟ ايوه اختي الكبيره غصب عني، لكن مش هتخليني اعمل اي حاجه غصب عني. بعدين بقول لك ايه؟ بدل ما انت عماله تدوري على حل مشكلتي ومشكله اخواتك، روحي حلي مشكلتك انت احسن. ولا اكلم لك احمد مكالمه خليه يكلمك عشان يهديكي شويه. على فكره انت سافله. سافله ليه؟ عشان بقول الحقيقه. موضوع احمد ده انا طلعته من دماغي ونسيته من زمان. قصدك هو اللي نسيكي ولا عادش يفكر فيكي كمان اذا كان فاكرك اصلا؟ أي عم جمال، ازيك؟ بتصل ببابا ما بيردش، قلقت عليه. والله؟ طيب، لا خلاص شكرا، مع السلامة. فعلا منى عندها حق، الوقفة قدام المراية تجنن فعلا. تعرفي أنا نفسي في إيه؟ إيه؟ نفسك فيها سكر؟ اشتغل في كباريه. ايوه بقى. يا نهارك اسود، كباريه ايه؟ رقصه؟ عارفه يا بنت يا سمر، اكتر حاجه بتعجبني فيكي ايه؟ ان دماغك زي دماغي، فله. دماغ وسخه بس يا بنت. يا بنت هو انت صدقتي ده؟ انا بهزر. استنى 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 بس، ركزوا معايا في الحته دي واسمعوا. انت امراه تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. يا سيدتي الله، يا مغزل قطن وغمام، يا من تسبح كالأسماك في ماء القلب وتسن في العين كسر بحمام. إيش هذا؟ بتعرفيه منين؟ ده عمك نزار الله يرحمه. الراجل ده كان بيقول حاجة حلوة قوي بصراحة، كان بيفهم بيحس عنده مشاعر. والله يا سمر أكتر حاجة بحبها فيكي إحساسك ده. بقولك يا سمر، ايه هو ليه الواحد كده ساعات، لا هو مش ساعات قوي، هو تقريبا بقى دايما بيبقى حافف عليه ان هو يبقى عايز اصايع شمال كده يعني؟ لا يا اختي، دي مش حاله عارضه، دي حاجه اساسيه فيكي وحياتي. يا نهار اسود، انا حاسه ان شياطين الدنيا كلها بتتنطط على سريري دلوقتي حالا. انت بنت معقده. عارفه يا سمر نفسي في ايه؟ لا بلاش وحياتك، معانا واحده قاص. وانا هقول كلام قبيح؟ انا هقول كلام عادي قوي. انا نفسي يكون عندي فلوس كتير كتير، يبقى معايا راجل موز بس غني برضو ومش بخيل، كل شويه يجيب لي هديه، ياخدني بلد شكل. نفسي قوي، انا نفسي احب. الله، ايوه بقى الكلام الحلو ده. والله نفسي احب. تعرفوا مرات كده بحس ان في حاجات جوايا كده مش فاهماها، ساعات بحس ان انا عايزه اتنطط اجري العب البس عريان، وساعات كده بحس ان انا عايزه ابقى هاديه وبسيطه وجنبي حد بيحبني. رالي
ياخدني في حضنه كده 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 كده. لا كده الموضوع هيبقى صعب قوي، حضنه وبتاع. لا احنا انما احسن. لا يا حبيبتي انت وهي، القعده دي هتفضل للصبح. حلو الكلام كده، بكره ان شاء الله بالليل في ميدان التحرير. عم بلحى كده، مفيش اي اجراءات مطلوبه مني واحنا التاني. اجراءات ايه يا معفن؟ هو انت طالع لا سمح الله بعقد عمل ولا طالع تاشيره؟ انت يا حبيبي هتاخدها خلعوا من البحر للبر يا روح. ليه الغلط ده يا عم بلحى؟ خلاص عادل عدي عدي، انت مش شايفه بيغلط ازاي؟ ادينا حطينا لسانا ببقنا. بقول لك يا بلحى، يعني هو عايز يقول لك ايه الضمانات يا عم؟ ضمانات ايه يا عم؟ اللي عليا ان انا اوديك لحد البحر وشكرا، ابقى عملت اللي عليا. ازاي يعني هتوديني لحد البحر وشكرا؟ انا اقضي عوم يعني؟ امال هنعمل ايه؟ لازم اقضي عوم طبعا. طب انت عارف احمد ان انا ما في عوامات هتوزعوها علينا يعني؟ ما تقلقش انا معاك، المهم يا بلحى المفيد هنعمل ايه؟ هقول لك على المفيد. قول انت بكره تيجي ومعاك الاوبايل الماني، وربنا معاك بقى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتوصل بالسلامه وترجع لنا ملك الملوك. اوكيشن اوكيشن. طب والعوامات؟ ميرة مش شبهنا يعني. عارفه يا بنت، انت امك واختك من اغنى اغنياء البلد. انا واثقه والله العظيم لو انت قلت لامك ان انت عايزه تعيشي معايا دي ما هتصدقها. فكرت اعمل كده بس انا خايفه على بابا. هيحصل له ايه؟ خايفه على ايه؟ شخت ليه؟ في يا مروه، وانت مش عايزاني اقعد معاكوا ولا ايه؟ الغباء ده بقى. يا بنت انا عايزه مصلحتك. والله العظيم الفلوس والعز هي كل حاجه دلوقتي. انت عارفه الراجل اللي رحت قابلته النهارده عشان خاطر الشغلانه؟ عنده حته دين عربيه. تشتريني وتشتريك وتشتري ابوكي كمان. وطي صوتك يا مروه. ستي بقى كبري دماغك بقى من الكلام ده. بس بقول لك ايه؟ يوم ما تفكري تمشي من هنا وتروحي له هتاخديني معاكي، انا بقول لك اهو. يا سلام. هو انت فاكره ان ماما ولا ايتن هيتقوكي اصلا؟ هيتقوني. لما يعرفوا ان انا بفكر بنفس الطريقه اللي هم بيفكروا بيها هيتقوني وتقوني كمان. ويبقى ان شاء الله الطريقه اللي هم بيفكروا بيها؟ ابوكي بيجري ورا الفقر يا ميرا. راح باع نفسه لوظيفه لا بتدي ولا بتاكل عيش ولا بتربي بني ادم. عارفه اخر مره اشتريت فيها فستان كان امتى؟ والله ما فاكره. عايزه اروح اقابل الراجل عشان خاطر الوظيفه الجديده، ما لقيتش حاجه في الدولاب البسها. رحت استلفت هدوم من واحده صاحبتي ما بطيقهاش، واخر قرشين في جيبي رحت خلصتهم في الكوافير. وانت عايزه تقولي ايه بالظبط يا مروه؟ عايزه اقولك ان الفلوس كل حاجه. الفلوس هي امك وابوكي واختك وعيلتك وكل حاجه، واللي يقولك غير كده يبقى كذاب وبيضحك عليكي. عارفه انا لو غنيه دلوقتي ما كنتش استحملت سخافة الناس. الراجل رحت قابلته النهارده عشان خاطر وظيفه صاحب الشركه ده، دمه تقيل سم، كل شويه يقول لي نكته اسخف من اللي قبلها، وانا اضحك اقول له الله حلوه قوي يا استاذ تجنن. اسمعي كلام يا بنتي والنبي بقى. انا ما اقدرش اسيب بابا في الظروف اللي هو فيها دي دلوقتي. بابا تعبان يا يا ستي. هيبقى زي الفل، هيتعب شويه وبعدين هينسى ويبقى زي الفل. المهم انتي، انتي يا ميرا انتي هتبقي ايه؟ بابا اخرت كده ليه؟ منى ازيك حبيبتي؟ مالك؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ تعالي 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 احكي لي. اقعدي اقعدي حبيبتي. مالك؟ مفيش يا بابا. مفيش ازاي؟ على فكرة انتي لما ما بتقوليليش اللي جواكي انا بتمنى ان انا اكون انا اللي موت امك عايشة عشان تحكي لها وتقولي لها كل حاجة. بعد الشر عليك ما تقولش كده. انا بس بتضايق شوية. بتضايق من ايه؟ تخليتي مع حد من اخواتك؟ لا خالص.
مالك بابا؟ هو ده وحشة مش حلو؟ مين لك كده؟ انت زي القمر، انت احلى واحدة في الدنيا. يا سلام، انت بتقول بس كده عشان بنتك صح؟ طريق بقى ان انت احلى واحدة في اخواتك واحلى من مروة كمان. اه مروة، تبقى مروة هي اللي زعلتك صح؟ لا 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 خالص صدقني. قول لي بقى من غير لف ولا دوران، انت كنت فين لحد دلوقتي؟ كده يا بابا كلنا كنا قلقانين عليك، ممكن بعد كده لما تعوز تتاخر وسعي شويه، لما تعوز تتاخر تبقى تقول لاي حد فينا او رد على تليفونك. حاضر، حضر لك الخيمة يا بابا. يلا نتعشى. لا لا انا ماليش نفسي الاكل. ولا اتعشيت عند اللي كنت عندهم؟ ما انا اتصلت بعم جمال وقال لي ان انت رايح تزور ايتن. اتعشيت مع ايتن، حتى مسكت فيا وقعدت تحضني وتبوس فيا وكانت عايزاني بقيت معاهم هناك، بس طبعا ما ينفعش ما يصحش يعني، انت عارفه. عارف، حتى ادتني الهديه دي عشان احط فيها المفاتيح بتاعتي، ميدالية. ها طب هروح اعمل لكم انا شاي. ها انا عايز شاي فعلا. الميدالية دي أنا اللي جايباها. قابلتك وحش ولا يهمك. كاميليا أنا آسف. آسف على إيه؟ آسف إن أنا ما قدرتش أوفر لكم الحياة اللي كل واحدة فيكم كنت تتمناها. على فكرة مش عارف، ربنا سبحان الله، يعني أنا موظف أسمع الكلام وأطيع الأوامر وبس. إحنا مش عايزين أي حاجة غيرك. مش صحيح يا جميلة. لا صحيح. تقدر تقولي عندنا إيه أغلى منك بعد وفاة ماما؟ والله يا كاميليا أنا خايف يجي يوم تكرهوني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. عملتي شيء؟ ازيك 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 يا حبيبي؟ وحشتني يا بابا. وحشتني. الحمد لله على سلامتك. وحشتني كلكم. بقول لك ايه؟ ما تغنينا. والنبي يا بابا. يلا بقى. يلا يلا يا بابا والنبي. هغني وتغنوا معايا ها؟ ماشي. اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها آسية وحنية، يا ما الحياة فيها، يا ما الحياة فيها، اللي بيشكيها واللي بيرضيها واللي قاسيها، ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا من الحياة فيها اللي بيشتيها واللي يرضيها واللي قاسيها، يا ريشة في هواك طايرة من غير جناحين، واحنا النهارده سوا وبكره هنكون فين في الدنيا في الدنيا. Yeah.
عليا ولا شكش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنيا، ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيطة على كبيرة. شفت حلوة خالص. بابا بابا كماليا، أنا آسف يا بنتي. آسف على إيه يا حبيبي؟ آسف عشان كنت سلبي. كنت عارف ان انت بتحب احمد وهو بيحبك وانكوا عايزين بعض، وسبت اختي تعمل فيك وفيه عشان بتتجوزوش بعض. لا يا بابا، وبعدين احمد ايه اللي انا بفكر فيه ده؟ اسف كمان يا بنتي، اسف لكم كلكم، اسف على الحياه اللي انا عايشتها. زينب كان عندها حق، أنا كنت سلبي وكنت راضي زيادة عن اللزوم وساكت. كلنا يا بابا راضيين باللي بيقسمه ربنا. لا يا بنتي، اللي بيقسمه ربنا حاجة واللي احنا بنعمله في نفسنا حاجة تانية خالص. طب ممكن تقوم تغير هدومك؟ معلش يا حبيبتي، مش قادر. على فكرة يا كمالية، أنا حبيتكوا أكتر من أي حاجة في الدنيا، والله ما بخلت عليكم أي جنيه في جيبي. إحنا عارفين يا بابا، وإحنا كمان بنحبك. قوم بقى غير هدومك. مش قادر يمكن ما اروحش الشغل بكره. خدي ادي الفلوس دي لمروه. يا بابا سيبك من مروه، دي بنت بارده ومش هتبطل طلبات. معلش تقوم ده، يمكن ربنا يكرمها في الشغلانه اللي هي رايحاها دي وتحل عن دماغتنا كلنا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. بصي وراكي كده زي ما تكوني عامله. في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ بدل ما تترمي في حضني وتقولي وحشتيني يا ماما. وحشتيني والله. مش باين، لا انت واقفه مش على بعضك. طب مره غلطتي سالي عليا ولا على اختك؟ ويعني هي ست ايدن هي اللي بتسال يعني؟ تسال فين وتيجي فين؟ انت مش شايفه القرف اللي انت عايشه فيه؟ انت غاويه فقر ليه يا بنتي؟ انا مش غاويه فقر، انا بحب بابا. وماله يا حبيبتي؟ حبيه، تعالي عيشي معايا وديكي عليا كل يوم اوديكي تشوفيه. بعدين يا ماما بعدين. طب تعالي نتغدى مع بعض، اركبي الكاب يلا. يا ماما قلت لك بعدين، انا ما ينفعش اسيب بابا في الظروف اللي هو فيها دي دلوقتي. بابا انت زهقتينا ببابا ده، هجيبك ورا هتموتي من الجوع. عموما انا ماشيه، اللي انت عايزاه اعمليه، انت عارفه مكاني كويس. سلام يا ماما. سلام. وبعدين في البيت دي في 60 داهيه انت فاكرني همسك فيك واقول لك اقعد ما تسيبنيش؟ لا يا اخويا، خدت منك ايه؟ روح انت بس، قاعد تاكل وتشرب وتربي فلاح. عارف انا هكسر وراك قول، لا هكسر وراك زير. يا ريتني كنت جوزتك بنت سميه، كنت انت رحت بدل الواد الغلبان اللي راح حاضر ده. انت عارف يالا
حصلت معاش عليا انا بس بدل ما اصرفه على اتنين. هجيب لنفسي اللي انا عايزاه بكره، هنزل اجيب بكره. ليه؟ لا يا اخويا، من دلوقتي هنزل اجيب لي جلابيه واغير عفش البيت كله. انت طالع لابوك كان اناني، سابني لوحدي برضه، مات وسابني لوحدي في الدنيا. يا واد اقعد، يا واد اقعد نتعكز على بعض، ما تسيبنيش كده. يما افهميني، حاولي تفهميني، انا متاكد ان كلها شهر واحد وهرجع اخدك على ايطاليا. ايطاليا يما ايطاليا. تاخد ايه؟ ده اللي بيروح بيرجع، اللي بيروح ما بيرجعش. البحر عالي يا ابني، انت عايزني ابقى زي خليله، ابقى ماشيه مخجوله اشتم في البحر وفي الناس وفي الدنيا. خليله مين يما؟ خليله مين؟ انت عارفه كويس ان انا حاجه وابن خليله حاجه تانية خالص. ابنها كان عايز يعدي برضه، راح ما رجعش. انت طالع لعوض ابوك، كان بيسيبني كده برضه وهو عايش، كان يروح اسكندريه ويسيبني هنا، كان يروح يقعد على القهوه يضحك وينبسط مع صحابه ويسيبني انا للهم هنا. يما خلاص ما فيهاش قول تاني، انا مسافر يعني مسافر. استنى يا ولد، ادعي لي بقى بدل التقديم اللي بتقدمه لي ده. يا ولد استنى، في 60 في 60 سلام. صباح الخير. صباح النور. عملتي اللي قلت لك عليه؟ زي ما امرتي بالظبط، كل الجرايد والمجلات عندها خبر بالديفيليه. طب انكل سمير وصل؟ اه انكل سمير وصل من بدري بس عصبي شويه. ليه؟ بصراحه انا مش عارفه، بس زينب هانم عنده جوه من بدري. ابعتي لي قهوتي. تمام جدا. حاجه تاني؟ اه لما امي تخرج من عند اكل سمير قولي لي. تمام اوكي. انا كمان مشيت شحوتي، يا ريت تعملي واحده مظبوط. لا ما تقوليش انك جاي تشوفني. ابقى كذاب. بصراحه انا اللي بيني وبينك لغايه دلوقتي هو الشغل. سامح، انت عارف ايه اللي مخليني مش قادره اكرهك؟ اني حاسه انك صريح، يعني شايفاك كده مالكش في اللف والدوران والحاجات دي. طب بتكرهيني ليه بس؟ وبعدين يا ست الحياه مش مستاهله لف ودوران. تمام. طب ممكن تقولي بقى انت جاي ليه دلوقتي؟ انا وافقت على العرض بتاعك. بجد؟ بس ده مش معناه اني هسيب لك السوق كله. يعني انت عايز تقنعني مثلا انك مش هتظبط الموضوع من ناحيه تانية؟ حتى ولو. اوكي، وانا ما عنديش مانع في اي حاجه، كفايه عندي بصراحه انك عملت لي خاطر. خلاص احنا كده خلصنا كلام في الشغل، ممكن نتكلم في حاجه مهمه؟ لا الحقيقه انا هنا بالذات ما بتكلمش في اي حاجه غير الشغل. يا سلام، اشمعنى يعني؟ سامح، هو انت فاكرني مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط؟ هو انا عاوز حاجه غلط؟ انا عاوز اتجوزك. طب انا هريحك. بص بقى، من الاخر كده انا ماليش في الراجل الرمرام. اقولك على حاجه وتصدقيني، الستات ما بتحبش غير الراجل الرمرام. يفضلوا كده يلفوا حواليه ويدوروا ونفسهم يوصلوا له من اي حته وما يقدروش، عشان كده هيفضلوا يتجننوا عليه. دول الستات الفاضيين اللي ما وراهمش ولا شغله ولا مشغله، اللي كل هدفهم في الحياه يصطادوا راجل وياخدوا اللي وراه واللي قدامه. انا بقى ما بحبش كده خالص. طب انت بتحبي ايه؟ انا بحب الراجل اللي زي الالف الدغري اللي بيبص ولا يمين ولا شمال. طب ما انا لو كنت عرفتك من زمان كنت بقيت زي الالف ودغري ولا بصيت لا يمين ولا شمال. طب ده انا لسه بقول ان اللي عاجبني فيك ان مالكش في اللف ولا الدوران، هتخليني اغير رايي؟ خلاص يا ستي انا اسف، ما تزعليش. طيب هنمضي العقود امتى؟ وقت ما تحبي. نتقابل بالليل؟ دي بقى اهم حاجه في الشغل، ان احنا هنتقابل وقت ما نكون عاوزين. عشان الشغل. ماشي يا ستي، عشان الشغل. بس انا مش مبسوط. حبيبي اللي بيحصل ده عادي وصح كمان. زينب كلامك بيضايقني. احنا بنتكلم في شغل، ولو هندخل المشاعر بنتي وابنك الشركه هتقع،
وبعدين مروان مش مهتم خالص بالشغل زي ما انت شايف، وايتن هي اللي شايله الشغل وانت قلت كده 100 مره. بس دي شركه ابوه. اه قلت كده طبعا، الشركه شركتك انت وابنك، وانا وبنتي بنشتغل عندك. ايه رايك بقى من بكره الصبح اقول لايتن مالهاش دعوه بالشركه؟ زوزو حبيبتي ما تفهمينيش غلط، انا اقصد يعني انت ليه مش شايفه مروان زي ابنك زي انا ما بعامل ايتن؟ هو فعلا ابن، انت نسيت ان انا اللي مربياه، بس الشغل وشغل، مش هندخل الحاجات في بعضها. عارف يا سمير، انا لو سمعت الكلام ده هيحصل ايه؟ ايتن مهما عملت مجهود هتحس ان في فرق بينها وبين مروان ابنك لمجرد انه ابنك، ومروان هيعمل اي حاجه على اساس انها مقبول عشان برضو ابنك. خلي كل واحد ياخد مكانه عشان الدنيا تمشي. طب من فضلك خلي ايتن تقرب منه شويه، يعني بلاش تهمشه بالشكل ده، تحاول تشاركه معاه في الشغل يمكن يفهم. فيدي بقى يا حبيبي انت عندك حق. نور عيني يتغدى ايه؟ حبيب قلبي اي حاجه من ايديك تبقى حلوه وتجنن. طيب يا حبيبي. سي يا قلبي. سي يا روحي. اهم حاجه في الليل تكوني مستفه ورقك. كل حاجه تمام، ولو كنت تمام عشان نخلص على طول. اوكي. سامح بيه. اهلا. مش تقول انك هنا. زينب هاني. اهلا اهلا. ازيك؟ انت ماشي ولا ايه؟ اه للاسف، لو اعرف ان سيارتك موجوده كنت جيت سلمت عليك. لا انا كمان ماشيه، لو في هيئه ذوق توصلني عربيتي في السياره. اه طبعا، ده شيء يسعدني. يلا. مامي انا بس كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا كمان يا روحي، بس عندي مشوار وبيني وبينك ما صدقت الاقي توصيل. باي يا روحي. اتفضلي يا فندم. يلا. يلا يا حبيبي انت وهو، يلا اللي عايز ياكل يشرب يفك دلقته، قدامكم نص ساعة، يلا بسرعة. يلا يا اخويا يلا. الله يا عم. يلا يا عم. يا عم يلا يا عم، انت يعني وديتنا الجنة. ما حدش اتصل؟ لا. طب هنعمل ايه في العالم دي؟ عادي، هي دي أول مرة. خلاص جرب مع القبطان، يمكن الشبكة ترجع تاني يا أخي. جرز ومحدش بيرد، وبعدين يعني حتى لو رد هما كده كده ميتين. انت سمعت اللي انا سمعته؟ سمعت. لا استنى، ايه ده؟ مش كده. ذكى بلح. حلو. امال احنا ناقصتنا قد ايه عشان نوصل؟ انت يعني يهمك ايه؟ ناقصك قد ايه ومش قد ايه؟ انت كل اللي يهمك المكان اللي هتوصل له وهتعدي منه. تمام يا حبيبي؟ تمام يا حبيبي. تعال تعال، انا هقول لك تعال. بقول لك ايه؟ احنا لازم نفكر هنعمل ايه؟ هنزل ازاي؟ ايه اللي ننزل فيه ازاي؟ هتنزلي حرم المنظر ده؟ بقول لك ايه؟ انا بشتغل في شركه ازياء يعني فاشن، ما ينفعش البس اللبس المعفن الموجود في الدولاب ده. طب يلا يلا خش استوري نفسك باي حاجه على ما تخرجي من الحاره. حاره ايه اللي انت عامله لها حساب دي؟ كبري دماغك. بصي كمان يا والنبي اسمعيني بس بالراحه، خلينا في الاهم. انا طلبت منك فلوس تطلبيها من بابا، قلت له ولا لا؟ ايوه انا قلت له خلاص. طب بس افطري الاول. افطر ايه يعني؟ فول وبتنجان؟ لا حبيبتي انا قولوني ما ينفعش، ما استحملش الحاجات دي، وانت بطلي عشان اعصابك بدات تبوظ. يا عيني تحب اعمل لك زبده ومربى وفتوست؟ اه انت الطريقه زي ما انت عايزه خالص. انا من بكره هتشوفيني وانا قاعده والخدم والحشم بيخدموني في فيلتي. طب خدي يا اختي تنيلي ب 200 جنيه. 200 جنيه يا كاميليا؟ انا كمان عايزه اعترضي وحياة ابويا لا هرجع في كلامي واخدهم تاني. انا بقول لك اهو انا هطفش. هطفش انت هتلبسي حاجه؟ مش هلبس حاجه والله. لا خد كده حاجه عادي. مش هي يا بنتي شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم جمال؟ اهلا. كاميليا معاك، معلش لازم امشي. يا ترى ابوكي صاحي ولا نايم؟
لا نايم، خد اجازه وبعدين قال لي يريح. اتفضل. طيب لا لا، بس ادي له الدواء اللي كان طالبه مني. دواء ايه؟ ما هو بصراحه انا جاي عشان اتكلم معاكي، رغم ان هو محذرني يعني من ان اتكلم. ايه ده عمو جمال؟ صباح الخير. صباح الخير يا عم جمال. صباح النور يا بنات، كويس ان انتوا جيتوا عشان اقول لكم الحكايه كلكم مع بعض. شوفوا يا بنات، انا مش عايزكم تقلقوا، بس الحقيقه الوضع وحش قوي. ابوكوا تعبان، والدكتور بتاع التامين الصحي قال انه لازم يعمل عمليه ضروري، والعمليه دي كان لازم تتعمل من سنه على الاقل. عمليه؟ ايوه كاميليا، ابوك قلبه تعبان وشرايين قلبه مسدوده، ده اللي انا فهمته من الدكتور. ابوك مش عايز يعمل العمليه دي لانها مكلفه. بابا قلبه تعبان؟ حبيبي يا بابا، كل ما كنت اقول له يعمل عمليه يقول لي لا. القرشين اللي انا شايلهم دول شايلهم لجواز واحده من البنات، وانه مش عارف هيعمل ايه لو واحده فيكم احتاجت حاجه. بس دلوقتي خلاص الموضوع ما عادش يتسكت عليه، العمليه لازم تتعمل النهارده قبل بكره. بصراحه احنا متشكرين قوي يا عم جميل. لا يا بنتي لا، شكرا على وجهك. بعد اذنكم. مالك يا عم مكلم كده ليه؟ هتبقى حلوة، هتبقى حلوة والله العظيم صدقني. اسمع مني أنا، شغل لنا يا عم أي حاجة كده تصحينا بدل ما احنا نايمين منك كده. يلا يا بابا شد شوية بسرعة، عاوزين نخلص بقى، نخلص من العالم دي. الله. أيوة يا باشا. الله، أنت نسيتنا ولا إيه؟ أيوة يا باشا، وصلنا الحمد لله. نعم؟ الساعة الزمن ونكون عندك. أوكيشن؟ سلام. دول ايه دول بقى؟ هو انت فاكره بس ان احنا اللي عايزين نشتغل؟ طب تفتكري هنشتغل؟ بنت انت مش قلتي لي ان انت كلمتي استاذ لؤي امبارح وقال لك ان احنا تمام؟ ايوه بس كان عايز ينزل يقابلني. طب وما نزلتيش قابلتي لي؟ كان زماننا شغالين دلوقتي. ما بحبش انزل قبل حد لوحدي ما اعرفوش. يا مروه كنت كلمتيني كنت نزلت معاكي. ما اعرفش بقى، كنت خايفه حنان. خوف ايه وهبل ايه؟ قولي يا رب بس، وهو ان شاء الله هيعدي العمله دي ان شاء الله. مروه عبد العزيز. انا اتفضلي. اتفضلي. شكرا. أنا بعتذر لك عن اللي حصل امبارح، والله كان غصب عني. لا 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 لا، مفيش مشكلة. المفروض إن أنتِ معانا أنتِ وصاحبتك، بس أنا كان في حاجة مهمة جدا كان لازم أقول لك عليها من أول مرة شفتك فيها، عشان تفهمي طبيعة الشغل عندنا قبل ما ناخد القرار النهائي. حضرتك أي حاجة تقول عليها أنا موافقة عليها على طول. الشركة هنا ملهاش مواعيد يا مروة، وساعات كتير بيبقى مقابلاتنا كلها بتكون بره الشغل. وساعات بنسافر بالأيام، ده لو في معارض يعني. وساعات العملاء بتوعنا بيتطلب يعني ان انت تفضلي معاهم لفترات او لايام. احنا مش شركه صغيره، ومعاملاتنا وطريقه شغلنا مختلفه عن اي مكان تاني. وانا موافقه حضرتك. وصاحبتك؟ اكيد طبعا موافقه. طيب في عاده هتمضيه في الشؤون القانونيه، العاده ده انا عايزك تقريه كويس قوي، ولو تحبي تاخدي منه نسخه وتقريه على رواقه مفيش مشكله. حاضر. حاجه تانيه معلش اخيره بعد اذنك، اللوك اللي هو المظهر يعني. ناس كتيرة قوي جت هنا ما كانتش بتعرف تلبس، ولما جت بقوا يعني مش قادرة أقول لك عاملين إزاي. يلا اتفضلي. متشكرة يا صاحبتي. متشكرة عن إذنك.
مش عايز حد يتسحسح من مكان. اوكي يا افندية؟ تعال معايا يا حلاوة. شد روح امك. احبسنا ده يا عم ولا ايه؟ تعالى يا عم اشرب شاي ولا قهوة ولا حاجة ساعة يلا. مصاك يا بلح. أنا قلت لك حصلت. أنا مرعوبة. متولي فين؟ اهو مش هو ده برضه؟ متولي ايه ده يا راجل؟ ايه ده يا راجل؟ ثانية واحدة يا باشا، انت اللي جابك هنا؟ اللي جابك هنا يا احمد؟ انت لسه عايش يا متولي؟ ايوه يا عم. اوعى تقول لي بلح اللي جابك. اه بلح اللي جابك. يبقى تاخد شنطتك وتسافر ابوس ايدك، عشان ده ولا بياكل ولا بيصفر ولا بيعدي، ده ابن كلب نصاب. او ربنا؟ اه والله العظيم. لا افهم دي بالليل، خد رقمي ونتكلم بقى وارسخ على الفين. امشي مش هبص كده بس قد الدنيا دي. والله العظيم انتوا مقد الدنيا ده يا جدعان. مش عارف انت جبته معاك ده ليه؟ ده مش بتاع الحوارات دي. امسك بالليل كلمني بالليل. ها اروح عندي بس مصلحه كده بس وارسخ على كل حاجه. انت كويس؟ انا كويس يا عم. يلا خلي بالك من نفسك. يا ابن الذين انت طلع عايش احمد، واحنا كلنا نقول على جليله متخلفه وست بتخرف، هي الوحيده اللي طلعت على حق. مالك بتفكر في ايه؟ ما كويس لقينا متولي وتمام. بقول لك ايه؟ ايه؟ احنا لازم نخلع. مش هينفع. استنى. امسك امسك! تفضل استريح حضرتك. اشرب حاجه. اشكرك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الحار. الله يخليك. تشرب حاجه؟ لا متشكر، كتر خيرك. ربنا يعز مقدارك ان شاء الله. ما هو ان شاء الله هيعز مقدارك، بس برضه تشرب ايه؟ يبقى شويه شاي سواريك. ولع شوية شاي هنا. أنا آسف يعني غصب عني سمعتك وأنت بتقول للولعة إنك عاوز أوضة. أيوة حقيقة يعني أي أوضة يعني. والأستاذ منين إن شاء الله؟ لا من المنصورة إن شاء الله. أهل كرم، أهل كرم. الله يكرمك. وسعادتك هتقعد معانا مدة طويلة ولا؟ لا هو في الحقيقة أنا لسه جاي أدور على شغل. ربنا كرمني بشغلانه كويسه هستقر معاكم على طول. ان شاء الله ماضي ان شاء الله. مش وقته دلوقتي يا ست سيدة. امال انت وقته؟ ده ما شافش يوم عيد يا هين يا خويا. ما ينفعش الكلام دلوقتي يا ست. وانت مين انت كمان؟ اوعى اوعى من قدامي. هستناك على القهوة يا ست جمال. ماشي. احمد جمال كنت عايزاك لو سمحت يا واحد. تحت امرك. Thank you.
هو انا المفروض اعمل ايه؟ لا يا بنتي ما تعمليش حاجه، وانتي بس عارفه المدافن بتاعتكم فين. لا عمتي تعرفه؟ ما تقلقيش انا هتصرف. طب ارجوك يا عم جمال، اي مليم هيتصرف في الموضوع ده تبلغني بيه. عيب يا جمال ما تقوليش كده، ابوك الله يرحمه كان زي اخويا. ابويا الله يرحمه كان شايل فلوس كفن في الدولاب وفلوس جنازته كلها، لازم تكون من حر ماله، دي وصيته ليا. حاضر حاضر يا بنتي. والعزا هيبقى في المدافن. حاجة تانية. استاذ جمال معلش انا هقصر. سيبك مني انا خالص دلوقتي، مش وقته. شوف مطلوب مني ايه وانا اعمله. لا خليك انت، الله يكرمك. الله هيكرمني لو جيت معاك وعملت اللي انت طالبه كده. ولع شنطه الاستاذ خليها عندك. انت معايا يا باشا؟ ده انا جاي استنجد بسعادتك، والله العظيم هو ده اللي حصل. اسال عادل. والله يا باشا انا مش بكذب على حضرتك، كل اللي قاله كدب يا باشا. انت اللي بتستيك كدب يا باشا. انا اسف والله العظيم سعادتك، انا زي ما بقول لحضرتك كده، انا سامعه بودني يا باشا وهو بيقول ان احنا كده كده ميتين. بس يلا الواد ده لا شفته ولا اعرفه قبل كده يا باشا، ايه رايك بقى؟ يعني انت مش جايب العيال اللي بره دول عشان تهربهم؟ اهرب مين يا باشا؟ حتى اسالهم، انا جاي هنا ابيع واشتري، انا تاجر وافتخر. اسم النبي حرسك بقى، جاي تبيع ايه وتشتري ايه هنا يا باشا؟ ما انت عارف بقى ان احنا ناس شعبيين يعني، ونحب نقلب في الحاجات المستورده. انت سيدي العارفين سوق ليبيا وليبيا، وتعالي يا بضاعه وروح يا بضاعه. يا باشا انا جاي هنا القط لقمه عيشي رزقي. الواد ده سرقنا يا باشا. طب ازاي يا باشا سرقته يا باشا وهو بيقول ان لسه ما وهو يعرف منين ان انت تاجر ومعاك فلوس عشان يسرقك؟ هات لي يا ابني العال دي من بره. هي كلمه واحده، بلا حدا اللي جابكم هنا والواد ده كان معاكم؟ لا ولا نعرفه ولا شفناه. طيب بتتهم بلح بحاجه تاني؟ لا يا باشا حمد الله كده بخيبه. لا انا ما لا مفيش اي حاجه كده زي الفل. سرقك؟ لا يا باشا ما سرقنيش، بس انا يعني اديت شويه لما اتبل عليا. تخرج من هنا تركب حاجه وترجع على مصر. اوكي. وانتوا بقى ايه اللي جابكم هنا؟ كنا بنتفسح يا باشا، رحله. طب خفي على مروان شوية، ما بيفهمش حاجة. عامل له ايه؟ ما بيفهمش ولا انت اللي مش عايزاه قدامك؟ والله ما حدش قال له ما يجيش. طريقتك. انا ما بحبش الدلع. خلي بالك هو لو في الشركة ابوه ممكن يزعل. كلمك؟ لا. هو قال لي لا. انا عارفة انه كلمك ومتأكدة ان انت جيتي الشركة النهاردة عشان كده. وفرضي؟ لا ما فرضش. احنا لازم نبقى عاملين حسابنا كويس قوي. سمير في الاخر هيسيب شركته دي لابنه، ومهما انا تعبت فيها ومهما كبرتها برضه هيسيبها له هو. وابنه ده عبيط، اي حاجه هتدخل له هيروح يصرفها على الفاضيه وعلى المليان. برضه هدي اللعب. انا ما عملتش حاجه غلط على فكره، ده انا عامله شغل للشركه دي انكل سمير نفسه عمره ما عمله. وهو اللي بيفكر غلط، لازم يفكر صح. اللي بيشتغل هو اللي يسوق. ابنه ومش هيرتاح الا لما يكون معاه. طب وانا اعمل لهم ايه بقى؟ بقى انت مش عارفه تعملي ايه يا ايتن؟ انت فاهمه كل حاجه كويس قوي. خلاص يبقى هستنى لما السيزون ده يعدي وبعد كده اشوف هظبط اموري ازاي. لا انت من بكره تكلميه وتخليه معاكي. انت خسرانه ايه؟ هو انت خايفه كده ليه يا ماما؟ لازم تفهمي ان الشركه دي شغاله بينا احنا مش بيهم هم. لا يا حبيبتي، الشركه والعز اللي احنا فيه ده عشان سمير صاحب كل حاجه، مش معنى ان هو مريح دماغه يبقى مش عارف كل حاجه. لا ده بيبقى نايم فوق وقافل الباب عليه وعارف دبه النمله في الشركه. يعني ايه؟ يعني تعملي اللي بقولك عليه. انا فاهمه بقول ايه. ايه ده؟ دي مسج من ميرا. على الله تكون عقلت وقررت تيجي تعيش معانا. تقول ان ابوكي توفى. الله يرحمه. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
عايزاكي. لسه معاكي 200 جنيه. ايوه. متولي احنا هنقضيها اوالح ولا ايه؟ ما فيش هوفوف كده؟ اخواتك خرمانين يا جدع. هوفوف فعلا الهوفوف. انت في ارض الهوفوف. ادينا اي حاجه كده. قلت ايه اتحبست اللي ايه؟ فعلا ولا شمني كده في ارض الهوفوف فعلا. مدوكوا شويه شاي. امسك امسك امسك. تمام. الله ينور عليك يا متولي. ها آه بعد اللي انا قلته ده عايزين نرجع؟ ولو رجعت اقول ايه؟ انت لازم ترجع متولي. امك تعبانه قوي ونفسها تشوفك. يا عم انا مرتاح هنا ومبسوط هنا. الست هتموت يا جدع عليك. بيقول لك امك تعبانه وهتموت. امسك. وبعدين احكي لنا بلح عمل معاك ايه؟ بلح ده ابن شياطين جابنا هنا ورمانا لواحد اسمه الابطال. القبطان ده سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال، حبسنا، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب. ولا هفف؟ هفف ايه يا جدع؟ بقول لك مفيش ميه وشرب، يبقى في هفف، هفف. بس في مننا بقى ناس ماتت، ناس هربت. وانا ما لقيت الناس بتهرب رحت هربان معاهم. لقيت شويه ناس قاعدين، اتعرفت عليهم، عرفت ان هم الكل في الكل واشتغلت معاهم. طب و مش ناوي ترجع؟ ارجع ليه؟ ارجع لامي؟ يا عم انا مبسوط هنا. وبعدين ارجع لهم اشيلها امي ما خليفه راجل تسند عليه اروح انا اللي اسند عليها. لا وترجع ليه؟ صحيح ما انت القش بقت معدن اهو، بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل. ولا معدن ولا نيله يا عم. اللي انت شغال هنا امتى؟ شغال في التهريب. تهريب ايه يعني؟ مخدرات؟ لا امال سلاح. يا ريت. امال يعني بتهرب ايه؟ كتاكيت؟ اشتغلت ولا ايه؟ ولا اي كتاكيت يا عم. بهرب بني ادمين. مين؟ لا 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 بقول لك ايه؟ الواد ده ابن حلال وشغال تجاره حلال. يا عم يلا بينا من هنا يا عم. ده احنا بس لما نفهم. فاهم متولي؟ انت شغال مع مين بالظبط يا متولي؟ بص يا احمد انا شغال مع ناس تقيله قوي في البلد. تقيله قوي. بكلمه منهم ممكن يخلوا البني ادم ده فوق. وبكلمه ثانيه ممكن يحطوه تحت النار دي. لا يا راجل. او ربنا. طب بقول لك يا متولي. نسبة الناس التقيلة قوي دول انا واخوك احمد مالناش في السكة دي، فكنا طالبين منك طلب بس. اقول لك وحدينا على الفجر كده نكون في مصر في وسط اهالينا يعني. خلصانة. هتروح مش جايلك هفوف؟ اه يبقى هتروح حبيبي. ثانية واحدة يا عم ممكن اوديلكوا. منورين والله العظيم. لو في واحدة تاني هفوف بس عشان احنا اتنين. ها بيقول لك شغال مع ناس تقيلة في البلد. اه انت تاني. انا عارف. بص انت ايه مش هتسيبنا احمد غير ما يبقى في كلبوش. انا عارف. انا بقول لك ايه، اتفضل قول لي ايه الفكره الشيطانيه اللي جات لك دلوقتي؟ عايز انت من بلح. طب ما احنا قفشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع لينا. عايز ايه تاني؟ لا مش دي كل الفلوس اللي مع بلح. انا لو اخليها على البلاطه لازم انتقم منه. طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني ولا هندور عليه فين؟ هو ده ليه ما كانش يشيل فيه فلوس يعني؟ اكيد مش شايل فلوسه في البنك. لذا يا بلح ده شيل فلوسه في بيته. وماله؟ نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه. بس انا هسألك سؤال يا ابو حميد. ارغي. الفلوس دي بقى اما ناخدها كلها حلال؟ انت جاي دلوقتي تكلمني في حلال وحرام؟ عادل قوم نام. قوم نام يا عادل. قوم نام مش ناقصاك. وهات السيجاره دي. سيبني انا افكر هعمل ايه. يا عبد الله بتفكر في ايه؟ بفكر في الدنيا وعمايلها. فعلا الدنيا يعني عمالها تجيبنا
تودينا مش عارف عاوزة مني ايه بالظبط. انت ايه؟ مالك النهارده؟ جدع اللي اسمه عبد العزيز ده رغم انه كان تعبان طول حياته ومع ذلك اتجوز وخلف، شفت بقى؟ لو انت مكانه انت عملت كده؟ الصراحه بقى انا بعد اللي حصل واللي شفته كنت هعمل كده، وكنت هخلف 100 عيل. 100 عيل؟ انت عايش على قدك يعني، ولا مؤاخذه بتستنى مرتبك كل شهر؟ طب بقول لك يا عبد الله، ما تيجي نعكس، اسالك انا نفس السؤال ده، انت كنت عملت كده؟ انا بحسده. تحسده؟ ايوه بحسده. قد ايه يا جمال عنده بنات شفتهم هم بيتحسروا عليه، قد ايه هم زعلانين قوي عليه، قد ايه كل ما هيفتكروه هيقولوا الله يرحمك يابا. انما احنا جمال، احنا مين هيتحسر علينا ولا يزعل علينا ولا يترحم علينا؟ ملناش حد. لكن شفت بناته دول؟ بناته شايلين اسمه وهيترحموا عليه. عارف يا ابو عناد دول، انا حضرت ولادتهم كلهم، كل مره كان عبد العزيز يقول لي امتى هنشوف ولادك يا جمال، اقول له لا انا لسه صغير وانا مجنون اعمل زيك، سيبه وامشي انا مشتاق، روحي رايحه، نفسي كنت ابقى ماشي في الشارع وابني ولا بنتي ماسكين ايدي زي ما كانوا بناته بيعملوا، يقولوا له عايزين بونبون يا بابا ولا عايزين شوكولاته. لما كان موسم المدارس يجي كان يجي عبد العزيز يستلف مني، كان يستلف من الحاره كلها، كنت اقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا رحمني من العيال ومن مسؤوليه العيال. ولو عبد العزيز خسر، لما الحياة اللي اكتشفتها ما هو مخسر، أنا اللي خسرت كل حاجة وأنا مش واخد بالي. افتكر يا جمال احنا لو كان دينا عزوة وأهل وعيال جايز جايز انحنى احسن من كده بكتير. جايز فعلا وجايز. ده تعرف يا جمال، انا في مره من المرات كان عندي دور برد جامد قوي، سخن وبتكتك، السخونيه اكلت جدتي وريقي ناشف عايز اشرب، مش قادر اقوم اشرب نفسي. كان نفسي ساعتها يكون عندي عيل انادي عليه، هقول له زيني يا ابني شاط ميه، مش قادر اقوم. ساعتها بس حسيت ان انا اذيت نفسي بنفسي، وساعتها بس فكرت في كل اللي اذهلي، ان انا اول ما اشوفه هنسفه من على وش الارض. قصدك ايه بالظبط؟ لا انا بقول لك يعني، لا يعني اي حد، اصل انا ساعات كده باجي فضفض بقول اي كلام، ما تاخدش بالك. ماشي هعمل اني مش واخد بالي. تسمع الست؟ مش عايز اسمع اي ست. انا مش هتقطع لحد غير بيا يا اخوي، اللي عمرك ما زعلتني يا سندي يا ضهري يا اخويا يا ايدي ورجلي. احنا لازم نبلغ هايدن،
بعت لها رسالة. طب كنت قولي، كنت قولي اتخطفت يا اخويا يا اخويا يا اخويا. مروان عايزة كيف كلمتين معهم جدا؟ خير يا اخويا. مروان كلمت مستر لؤي عشان اقول له ان انت مش هتقدري تيجي، بس قال لي ان صاحب الشركه عامل اجتماع مهم جدا الساعه 4 ولسه انت حضري. يعني ايه؟ والله العظيم قلت له ان والدك اتوفى، سبتني وحدي. بس قال لي ان انت لازم تيجي النهارده وتحضري الاجتماع وتمشي بعد الاجتماع على طول. صدقني صاحب الشركه ده ما بيقبلش اي اعذار مهما كانت، حتى لو كان الموت نفسه. مستحيل طبعا، ما اقدرش اروح. والله ما عارفه اقول لك ايه، ولا كنت عايزاكي احكي لك اصلا، بس لازم تعرفي حاجه مهمه جدا قال لي عليها. قال لي يا مروه ان انت لو ما جيتيش الشركه النهارده مش هتجي لها تاني. تشرب ايه؟ مالك في ايه؟ انت زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ قولي اللي انت عايزاه عشان مش فاضي. مش فاضي؟ وراك ايه بقى ان شاء الله؟ ايه؟ خير؟ هو انا المفروض يعني اديك التقرير على اللي بعمله ولا ايه؟ لا خالص، بس متهيألي يعني ان الكلام في الشغل وعن الشركه اهم من اي حاجه تانيه. الشغل والشركه. عايزه ايه خلصي؟ انا مش عايزه حاجه، والدك هو اللي عايز. فهمت. أيتن أنا كنت عايز أقولك على حاجة مهمة أوي. يا ريت والله يا مروان، أنا كمان من زمان نفسي أسمع منك أي حاجة مهمة. الشركة دي بتاعتي أنا، أنت هنا مش أكتر من موظفة وبس. يعني ما برضاش أتكلم كتير وأعمل مشاكل عشان ما أزعجش أبويا، بس مش أكتر. تصدق صح؟ أنت عندك حق فعلا، فعلا الشركة دي بتاعت والدك، وفعلا انت اللي هتبقى الملك الوحيد بعد عمر طويل طبعا يعني، وفعلا انا موظفة هنا دي حقيقة. بس انا شكلي نسيت او حاجة. عموما احنا لسه فيها، انا مستقيلة يا مروان. ولا اقولك حاجة عشان ترتاح؟ اعتبر نفسك انت اللي رفضتني، اوكي؟ ديرها انت بقى. أنا خلاص مش عايزة أشتغل الشغلانة دي حنان. وأنت فاكرة إن إحنا هنلاقي شغلانة زي دي تاني؟ عايزة أبويا يا حنان، ما ينفعش. يا مروة اللي راح راح، والحياة بقى بالميت. أقول لك على حاجة، أبي روح يزوريه وقولي له إن أنت ما قدرتيش تبقي معاه. بيقول له إن الميت بيبقى حاسس بالناس اللي حواليه وعارف هم عايزين إيه. بعدين ما تزعليش مني، أنت اللي محتاجة للشغل. أنا عارفة إن كلامي ده تقيل عليكي دلوقتي، بس أبوك الله يرحمه كان ساب لكم ده الشغل، الحاجة الوحيدة اللي أنت هتستندي عليها لحد ما تعرفي أنت عايزة إيه. بصي احنا نغير هنا، ولما نرجع نغير هنا برضه، وصدقيني في الزحمه دي كلها محدش هيحس باي حاجه، محدش هيعرف انت كنتي فين. ابني فين الشاي يا ابني؟ بس بقول لك يا ابو حميد، انا قلبي مش مطمئن وخايف كده. انت عارف انا من زمان ما بحبش الواد بقى لحد، الواد ده مش هيسيبني على فكره. لا ما تقلقش، مش هو بنعمل حاجه. إذا كان هو مش سهل، إحنا كمان مش سهلين. مالك يا عم، ما تفكر بقى. ساعة ما سمعت الكلمتين اللي بيقولوا لبعض دول، الصداع هياكل دماغي، شكمان مخروم جوه دماغي. واللي عدلها لك؟ عدلها لي فين يا عم؟ في الصحراء، هما خير ناس سيجارتين دول. طب مد إيدك. يا ابن اللعيبة، جبتها منين دي؟ من متولي. سبحان الله، طول عمري الله في الله كده أحب الواد متولي حب إيه؟ مين مديها وراش قلبه؟ ها
لحقت اشتغلت ولا ايه؟ بس بعيد عنك، النهارده عيد ميلادي وانا على قد ما اقدر بحاول انسى اليوم ده. ليه يا عم كل سنه وانت طيب؟ لا لا طيب ايه يا عم احمد، بس ده يوم شوق بعيد عنك ولا ليه كده؟ اقول لك انا، ساعة ما اتولدت ابويا مات بعدها على طول. اه على طول، ما خدش وقت. بعدها بسنتين يوم عيد ميلادي برضو عمتي حصلته، صعب عليها تسيبه لوحده. يعني العيلة كلها قالت لك الواد ده شوق، محدش يحتفل معاه بعيد ميلاده ابدا. خالي عمل فيها ذكر بقى بعد ما عدى 6 سنين، قال لي يا ابن عيب انا هاجي احتفل معاك النهارده. الراجل وهو جاي توفته المنية على طول. لا والله هو كده، اي حد يحتفل معايا بعيد ميلادي او يكون معايا في نفس اليوم على طول. انت بتقول يا ابني؟ لا لا ده قبلها بيوم بعدها بيوم. لا انت تمام يا احمد، في احنا احتفلنا بيه كتير يا جدع. بقول لك ايه، فكنا من سيره الميتين دي واعمل نفسك مش واخد بالك. لا بقى انا مش واخد بالي، ما تقلقش مش عايزك تشغل دماغك بالموضوع. اللي انا كنت فاكر بقى اروح ايطاليا الاقي النسوان قاعده بقى، اول ما ننزل على طول تلاقي النسوان مفروش على الشوارع. بس انا عادل عادل عادل، واحمد احمد برضه انت معايا يعني مفيش مشاكل مع بعض. كابل عربية طويلة 7 متر كده، بدلة لميعة زي العيال بتوع السينما كده مستحبين دول، وأي حد يبق معايا دفتر الشيكات في جيبه على طول أرميه في وش أي حد. أه ما حدش يتكلم معايا. يا راجل تمشي توزع فلوسك على خلق الله؟ مشكلة يا أبو أمير، خلي الغلابة تاكل يا جدع، أنت مستكتر على الغلابة يعني. تبان عليها اشتغلت معاك على الآخر أوي. قول يا سيدي قول، تحلم بإيه تاني؟ مش عليك يا ابو حميد كمان، يعني كان نفسي كده اتجوز بنت كده موز، عارف اللي هم الكرفات الكتير دي، احب انا واحده بقى. ايطاليا مليانه انا عارف، انا ما انا رايح ايطاليا ليه؟ انا موافقتك على طول. سلام بقى، خدها كده واروح اي مطعم كده شيك وابقى لابس كويس، مش ابقى لابس كده لا لبس بقى براحتنا، نقعد ناكل في مطعم كده من اللي بينزلوا في الاعلانات. اه ونسكن في كومباوند، ايه المشكله؟ اخد انا عماره وانت عماره، اه كل واحد ونفتحهم على بعض براحتنا بقى يا عم بقى، ما فلوس وايطاليا. صدق بالله مفيش اي حاجه موديه البلد دي في داهيه غير الاعلانات دي. يقول لك شقه ب 500,000 جنيه على قد ايديك، هو انا ايديا قد ايه يا عم؟ 500,000 جنيه اللي قد ايديا و5000 جنيه قسط. هي الناس لاقيه تاكل يا جدعان؟ عارف يا ابو حميد البلد دي نص مشاكلها تتحل، يخلي الشقق على بياض. اه للشباب الغلابه ما هم يخلوا عربيات والتوك توك كل ده ببلاش، من الشوارع مليانه وزحمه من ايه؟ طب جرب كده خليهم يخلي الشقق على بياض، ولا هتلاقي في عنوسه ولا هتلاقي في تحرش ولا طلاق ولا اي حاجه. اه هو انت ساكت ليه؟ خد 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 دي هظبطك. تعالى يا ابني غير الحجر ده. وحياتك انت يا عدوله، لا هتشوف احمد اخوك امبراطور، شوف امبراطور الفلوس دي هتبقى بين صوابع زي الميه، النقط اللي هتقع مني هتغرق اللي تحت رجلي. وهتقول احمد ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده ايتن؟ عملت ايه؟ انت مش عارفه انت عملتي ايه؟ ايتن عايز اتكلم معاكي. معلش يا انكل انا تعبانه جدا مش قادره اتكلم في حاجه بصراحه. تعبانه ولا مش عايزه تتكلمي معايا؟ قوم يلا. يلا حبيبتي قوم. يلا يلا قوم. اتفضلي يا روحي. ها قولي لي بقى يا ستي ايه اللي حصل؟ ما اكيد مروان حكى لحضرتك. انا بسمع منك. بصراحه بقى يا انكل انا زهقت جدا. دي طريقه نتكلم بيها؟ بيقول حاجات بتضايق وبيعمل تصرفات بتضايق جدا، وحضرتك لو كنت موجود كنت لقيت ان انا عندي حق في اللي بعمله. ده بيقول عليا موظفه في الشركه. انكل انا عمري ما حسيت ان انا موظفه في الشركه دي، انا عمري ما حسيت ان الشركه دي مش شركتي. هو صحيح يعني حضرتك ليك فضل عليا طبعا انا ما اقدرش انكره، بس بما ان استاذ مروان هو صاحب الشركه
وهو مديرها، هو اللي بيدير كل حاجة، فهو اللي بيحدد طبعا مين يقعد ومين يمشي وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. فخلاص أنا وجودي ملوش أي لازمة، كل اللي بعمله في الشركة ملوش أي قيمة. فأنا بقى شايفة يا أنكل إن أنا أمشي بكرامتي أحسن لي بكتير. بعدين بصراحة يا أنكل أنا زي ما مامي بتقول، في الآخر هبقى على ذمة راجل وهيبقى ملزوم بيا، يعني أنا مش خسران أي حاجة. تعالى اعتذر لأيضا. لا يا أنكل الموضوع مش موضوع اعتذار. مش عايز أسمع ولا كلمة. وأنا مش اعتذر لحد. أنت تسمع اللي بقولك عليه وأنت ساكت. ليه يعني؟ كلب بتجره ولا قطة مربيها لازم تسمع الكلام وتجري تتمحك في الهانم؟ ليه بس كده يا مروان؟ دي أيتن أختك يا حبيبي. على فكرة بقى مش أختي ولا حاجة. وبعدين يا بابا أنا معترض على كل اللي بيحصل ده. لما أنت معترض على كل اللي بيحصل وشايف نفسك حاجة تانية غير الناس، انزل الشركة يا أخي واقعد معاها وإيد في إيد. أروح أعمل إيه يعني؟ أقزقز لب ولا أرغي مع الموظفين؟ يا بابا الناس اللي شغالة هناك عارفين إن الشركة دي ليها مدير واحد، الهانم اللي أنت ركبتها على قفايا. عن إذنك يا أنكل. على فكرة يا مروان أنا زعلانة منك، ما يصحش يا حبيبي الكلام اللي أنت بتقوله ده، إحنا هنا كلنا بنحب. عن إذنك يا حبيبي. اتفضلي يا روحي. اتفضلي. أنت غبي. بابا أنا شايف إنك تنزل الشركة من بكرة وتقعد وتحط صباعك في عين التخين. يا بابا أنا شايف بقى إن أيتن عايزة تكوش على كل حاجة، حتى لو طنط زينب مزيها بس أيتن بتفكر كده. أنت تسمع اللي بقولك عليه وبكرة هتفهم كل حاجة. لا أنا عايز أفهم كل حاجة دلوقتي حالا، أنا مش قادر أستوعب أنت إيه الثقة اللي مديها لهم دي كلها. أنا ما بثقش في حد غيرك أنت، بس أنت ما تعرفش حاجة، في حاجات كتير لو أنت ما تعرفهاش ومش هتعرف إيه اللي بيحصل غير لما تعرف وتفهم. عشان كده لازم تسمع كلامي وتنزل الشركة، الحاجة اللي ما تعرفهاش تيجي لي أعرفها لك، فاهم؟ أهلا أهلا يا ميرا، أخيرا يا حبيبتي. أهلا يا حبيبتي. ماما هي الرسالة ما وصلتكيش؟ رسالة إيه؟ ما وصل نص أي رسالة. ما أنت وصلت حاجة يا ماما؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجة، هو في إيه؟ بابا مات يا بابا. معلش يا حبيبتي البقاء لله. معلش معلش يا حبيبتي. في ايه؟ خلاص اهدي اهدي، ايه العياط ده كله؟ عملت كده ليه؟ معلش يا حبيبتي معلش. هو عياطك ده هيرجعه مثلا؟ حاجة وحصلت وخلصت خلاص، الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. البقاء لله. حصل امتى؟ امبارح. أنا ما كنتش هاجي، بس كاملي هي اللي أصرت إني أجي أقول لكم. أنا ماشية. ماشية رايحة فين بس؟ ما ينفعش أسيبهم في ظروف زي دي يا ماما خالص. تسيبيهم مين؟ يا بنتي ده بيتك، أنتِ كنتِ قاعدة خلاص عشان أبوكي هناك، لكن خلاص هو مات الله يرحمه. يمكن قلقانة مني ولا مكسوفة ولا حاجة؟ لا خالص يا ممكن، حضرتك حد محترم، بس أنا ما ينفعش أسيب إخواتي في ظروف زي دي. أنا حتى بعتت مسج لماما تقريبا هي ما شافتهاش. انا همشي بقى يا ماما. يا حبيبتي استني بس، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم يا ماما. انا هوصلك. لا شكرا. لا شكرا ايه، هوصلك طبعا. ميت يا ماما ميت. معلش معلش يا حبيبتي معلش. Thank you.
طلقني. سمعتها؟ طلقني. انا قرفت منك ومن عيشتك. انت عمرك ما هتبقى حاجة، هتعيش وتموت شحاف كده، مستني العلاوة من الحكومة ومستني الحسنة اللي اديها لك سيدك المدير. المفروض اعمل ايه يعني؟ ايه اللي المفروض اعمله وما عملتوش؟ تعمل ايه؟ مش عارف يا حبيبي تعمل ايه؟ تعمل زي الرجالة اللي بحق وحقيقي، اللي مهنيين نسوانهم ومستتينهم. انا مش عارفة ايه اللي خبطني في دماغي وخلاني اتجوزك، وانت متجوز ومخلف من اساسه. لم لسانك احسن لك. مش هلمه. ليه؟ راجل ولا راجل لا سمح الله؟ ده انت مجوعنا ومعريه. زينب! ايه؟ انت طالق! خرجت من الجنة يا خي؟ يلا في 60 ده هيتاخدك، كان يوم اسود. يلا يا بنت هات اختك معايا. انا مش همشي من هنا، هقعد مع بابا. خايفة زي اللي جابك. يلا يا بنت. انت مش هتاخد البنات. بقولك ايه يا حبيب، لما تعرف تأكلهم الماما وتأكل نفسك الأول ابقى خدهم. يلا يا بنت بلا قرب. ما تخافوش يا بنات، بابا هيفضل معاكم، هتبقوا في حضنه على طول. ايه سامع؟ ازيك عامل ايه؟ لا لا تعبانة شوية بس. انت فين؟ لا لا خالص بالعكس، انا عايزة انزل. تعالى نخرج. اوكي يلا باي. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش عايزين تاكلوا؟
اكل ايه بس؟ ملو نفسي دلوقتي. بقول لك يا كاميليا، بكره هنزل الوزاره اشوف بابا كده لا يكون مستلف فلوس من حد سددها له. انا كنت هعمل كده من الصبح غير ما تقولي. كاميليا خدي الخاتم ده بيعي وخلي فلوسه معاك. خليه معاكي، لو احتجت فلوس هبطلبه منك. ايه مالك يا نجله؟ مفيش اي حاجه. سمر، انت كلمتي خطيبها؟ اه والله كلمته بس ما ردش. ده بقاله اكتر من اسبوع ولا بيكلمها ولا بيجي لها. ايه يا اختي الرجاله دي؟ بقول لك ايه، انا هنزل اروح له، يمكن عيان ولا حاجه. عايزه تقولي حاجه؟ مش عارفه والله، بس شكله كده عارف بمراتها، واحنا كان لازم نقوله بصراحه من الاول. هي اللي كانت مصر. بابا قال لها لازم تقولي له، قالت انها مستنيه الوقت المناسب. الحاجات دي لازم تتعرف من الاول. طب انا ممكن اكلمه تاني؟ كلميه من رقم غريب ولا حاجه يمكن يرد. مش يكلمه، انا مش عايزاه خلاص. وعلى فكره انا مش مريضه، الدكتور قال لي دي بس شويه كهربا مش اكتر. على فكره ما كنتش بحبه، انا بس كنت عايزه اتجوز عشان اشيل الحمل من على بابا مش اكتر. بس بابا خلاص راح. لو عرفت ان في واحده فيكوا كلمته والله هسيب البيت وامشي. ما تزعلوش منها، ما تقصدش. هي مروة فين؟ شفتها مع حنان، تلاقيها خدتها عنده. أنا هروح أبص عليها وهعدي على عجم جمال عشان كنت عايزاه. ميرا اتأخرت. وأنتي فاكرة إنها هترجع تاني؟ تلاقيها ما صدقت. هي اصلا كانت عايشه معانا عشان خاطر بابا. ابقي قابليني بقى لو شفتيها او سمعتي صوتها تاني. طول عمري اقول ما فيش غيرك في الحاره دي يا غاليه، يا بنت الغاليه. اه يعني قلبي بيدق جامد قوي قوي، تعبان. سلامه قلبك يا خالتي. والنبي ما حطيت حاجه في بقي من الصبح. الصبح ايه؟ من امبارح. هفتنى وقع كده، حاسه اني هحصله. اخي بعد الشر عنك يا رب، ربنا يديكي طول عمرك. مش عارفه ليه حاسه ريحه السمك في نخشيشي كده النهارده. خلاص النهارده اكلك احلى سمك. لا اكل اكل، لا لا ده انا اخويا لسه ميت ما يصحش. ومال الاكل بس ومال الزعل يا خالتي؟ يعني انت شايفه كده؟ امال ايه؟ خلاص انا بصدقك. بنت كاميليا جايه هنا بتعمل ايه؟ جايه بتعمل ايه دي؟ بصراحه يا خالتي كاميليا دي ما بتنزلش من زور. مش هي بنت اخويا وانا عمتها؟ اما بشوفها بيركب لي 600 عفريت. اوعي. رايحه فين يا خالتي؟ ايه؟ هروح اشوفها بتعمل ايه؟ هو يعني علشان اللي شاكمهم مات يبقى ما فيش حد؟ على ما انت تحضري السمك هكون انا شفت ايه اللي بيحصل وارجع لك. ماشي يا خالتي. مروه، انا فاهم ايه اللي انت عاملاه نفسك ده. طب اهدي بس، وانا تعالي نطلع فوق وانا افهمك. اهدي دي يا اختي، شايفاني بشدلك في شعري؟ كاميليا وطي صوتك، ما تفضحناش في الشارع، اطلعي وافهمي كل حاجه فوق. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا رب تفهميني. اتفضلي. شوفي البنت لابسه ايه وعامله في روحها ايه.
ده جت تابوها لسه ما بردتش. لا انا ما اسكتش على كده ابدا. انت اتجننتي كماليا؟ انا اللي اتجننت ولا انت اللي عايزه تفضحيني؟ بقول لك ايه، الشويه دول ما تعملوش معايا انا. ما تفرديش قولك عليا يا كماليا، اقسم بالله العظيم هسيبك في حالك. انا ابويا الله يرحمه عمره ما عمل كده معايا ولا مد ايده عليا. يا بنت ابوكي انت عملتي له حساب؟ عملتي حساب بان الراجل لسه دافنينه؟ اهدي بس وانا هقول لك. تقولي ايه يا حبيبتي؟ ما تقوليش حاجه، انا مفيش حد له حاجه عندي. وبعدين يا كماليا، وانت فاكره نفسك هتزعلي على ابويا اكتر مني؟ الناس حرام عليك. امك فين يا حنان؟ في ايه بس يا خالتي؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. امك فين؟ لا ما انا مش رباط جزمه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وانت يا سنيوره ناويه تاخدي عز ابوكي كده بالاحمر والاخضر؟ لو سمحتي يا عمتي خدي بعضك وروحي وسيبيني انا واختي نولع في بعض. لا روح. ايه ده؟ هو انت يعني عشان ابوكي مات فاكره ان مفيش ضابط ولا رابط؟ لا اذا كان امك ما عرفتش تربيك الله. احترمي نفسك وما تجيبيش سيره امي على لساني. انا بقول لك اهو، انا عماله اقول لك عماتي عماتي بس عشان خاطر ابويا، لكن انا يا اختي مش شايفه لك اماره. انت مالك ومال امي؟ هي لما كانت ماتت كنت شفتي حد فينا محتاج حاجه؟ عملتي حاجه؟ قولي قولي، ما انت بكحه وقادره. انا مش بكحه ولا انا قادره، بس انا بقول للنقر انت عور في عينك. وبعدين تعالي هنا، مش قلتي لابويا ان على قرب على دماغه قرب وبتخر على دماغه؟ يا اختي اسمعي عنا وسيبيني انا واختي وتخر على دماغي. ابعدي عننا بقى. لا اروح فين وسمعه اخويا؟ بقول لك يا سيده وعزه جلال الله لحد النهارده انت ما تعرفناش انا ولا اخواتي. اذا كانت كاميليا عامله لك حساب وساكته فانا مش هسكت كلمه ثانيه، وهسمع الحاره صوتنا تبقى فضيحه بجلاجل. والله ماشي ماشي يا بنات عبد العزيز. وانت يا حبيبتي بلاش الغل اللي جواكي ده، مش عشان ابني اسم النبي حارسه مرضيش بيكي تبقي مليانه غل كده. امشي خلي من وشي احسن وحيات ربنا. انا قدامك وتتلم ابعدي عني. امشي والله العظيم عبك كده عبك. تحبي نروح نقعد في حته عشان تشربي حاجه وتهدي اعصابك شويه؟ لا متشكره انا عايزه اروح. على فكره بقى شكلك مختلف عن ايتن تماما. ايتن طيبه وغلبانه انا متاكد، بس انا بصراحه شايفها ما عندهاش احساس خالص. لو سمحت. سوري انا اسف. على فكره ايتن احسن مني مليون مره، وانا متاكده ان هي زعلانه على بابا واكتر مني كمان، بس كل واحد بيعبر بطريقته. انا اسف جدا والله، انا قلت بس يعني اكلمك في اي موضوع عشان اخرجك من المود اللي انت فيه، بس واضح ان انا لبخت خالص. سوري. لا ولا يهمك. اتفضلي العربيه. اتفضلي. قلت يا ست جمالات؟ قلت لك ما باجرش. وبعدين بقى كفايه عليا سيده واللي عاملاه فيا. وبعدين ده راجل غريب احنا ما نعرفش عنه حاجه، مش يمكن عامل عامله وجاي يستخبى عندنا. الناس بتبان يا ست جمالات، والراجل كان بقيت عندي بتقل انا اعرف احكم على الناس. لا يا اخويا، الناس بقت عامله زي الترعه، من فوق ميه صافيه ومن تحت معكره ومطينه. انا مطمن. يعني على ضمانتك؟ على ضمانتي. طيب خلاص، انت عارف ان انت غالي عليا قوي. والله العظيم انا كنت عارف انك مش هتقولي لا. لا انا ممكن اقول لا، ده ملكي وانا حره فيه، بس انت برضو غالي عليا قوي. يعني يطلع يطلع. كتر الف خيرك يا ست جمالات، متشكر قوي والله. بس بقول لك ايه يا اخويا، انا واحده عايشه في سمعتها. يعني ولا حد يطلع فوق يسحب كده في نص الليل ولا دخان ازرق على السطح. خلي بالك. ما تخافيش والله ما تخافي، ولو حصل اي حاجه من اللي انت بتقولي عليه ده ارميني انا وشنطتي من فوق السطوح. ماشي خد. خلي بالك بقى عشان نبقى على نور كده، الاجره 300 جنيه في الشهر، واي يوم تاخير 20 جنيه في اليوم. ماشي؟ ماشي يا ست. متشكرين متشكرين يا ست جمالات. سلام عليكم. مع الف سلامه. يلا يا عبد الله يلا. ايه ده يا مرو، معقوله حد يعمل كده؟ الناس تقول علينا ايه؟ طبعا عمتك ليها حق تبهدلك وتمسح بكرامتك الارض. طب اعملي حسابنا على الاقل. من امتى دي بتعمل حساب لحد؟ دي ما بتفكرش غير في نفسها وبس. خلاص خلصتوا ولا لسه في حد عنده كلمه عايز يقولها، ولا في كلمه وجع حد في زور عايز يبخها تاني؟ انت شايفه ايه اللي حصل ده؟ صح؟ صح. يا جبروتك يا شيخه. ايه عايزه انا اعمل ايه؟ شغلانه وجايه لي اسيبها تروح مني؟
شغلي وابوكي ميت. ما عشان مات كان لازم اروح. ابوكي وهو عايش يا دوب كنا عايشين على قدنا. تقدروا تقولوا لي دلوقتي بعد ما مات هنعمل ايه؟ كان لازم اضمن وظيفه على الاقل اشيل همي من على كتفكم. كلها يومين وتيجي عمتك تقول انا فين حقي في الشقه؟ ما احنا بنات من حقها تورث معانا. بس خلاص كفايه ارجوك. لا مش خلاص. هو انتوا عاملين تقطعوا فيا على ايه؟ هو انتوا فاكرين هو سهل عليا ان انا اروح اقعد في شغل وابويا بيتدفن؟ انا كان من جوايا بيتقطع اكتر منكم كلكم. انتوا محدش حاسس بيا اصلا. والله ما قصدنا يا ماما، بس انتي عارفه الحاره. وبعدين اللي عملتك عمليته ده ما كناش اصلا عارفين نفكر ازاي. خلاص يا مروه وحيد، خلاص احنا مش ناقصين، احنا اللي فينا مكفينا. خلاص يا مروه احنا اسفين، ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ميرا الصراحه احنا قلنا انك منى. مروان ابن عمي سمير صمم يوصلني عشان ما اجيش لوحدي. البقاء لله. اتفضل. متشك مره تانية ان شاء الله. براحتك. لا ازاي؟ اقعد اشرب حاجه. لا معلش مره تانية، لو احتجت اي حاجه كلميني في التليفون. شكرا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ صمم يوصلني هقوله لا؟ اسكت يا فرياش، دي البت كانت هتضربني. يا نهار ابيض، شفتي البنات الناقصه؟ البت حتى احمر واخضر واصفر. بابايا حبت عيني لسه ما ارتحش على توبته. يا عيني يا اخويا، عمرك راح حاضر. ضغط هيموتني. هفتانة وروحي رايحة، ما كلتش حاجة من امبارح يا اختي. اهو السمك اهو اللي اتفقنا عليه جبتهولك. سمك واخويا ميت. ومال السمك ومال الميت بس؟ عشان تاكلي وتقدري تسلقي طول. هو احمد يا خالتي خلاص كده سافر؟ سافر يا بنت، ده هيرجع هتلاقيه هنا. مين ده؟ النهارده هو بتاع شغل ده، هو عايز يقعد وياكل ويشرب وخلاص ويربي لحم. قال ايه؟ يسافر ويشتغل. والنبي ضحكتيني. هو اللي سافر بيرجع؟ هيرجع. امال ايه؟ انا قلت له مالكش دعوه بالستات الخواجات اللي بره، دول ورق خاص مش عود قصب زيك كده. بس ايه يا بت؟ بس ايه؟ انا مرسيه على كل حاجه ومتفقين. ما تقلقيش انت. بقول لك ايه؟ الله الله يا بت، اكلك حلوه حلاوه. ايه الجمال ده؟ النبي انا ما كنتش ناوي اكل خالص سمك بعد اخويا، انما عشان من ايدك. بقول لك ايه؟ انت تيجي الصبح وتجيب الفطار وانا هرسيكي على اللي قلتهوله. ايوه هتقولي لي ايه؟ هقول لك بقى اللي حصل. انا اتفقت معاه وانا بنت هبله اسيبه كده يمشي من غير ما اربطك في ديله؟ ده انت حبيبتي، ده انت الحته الجوانيه يا بت. ما تنسيش البدنجان. والسلطه. حاضر يا خالتي. ماشي يا حبيبتي، نتقابل الصبح ان شاء الله. نجيب الفطار. مش هتاكلي؟ بقول لك يا ده عادل. ايه لفت حواليك ليه؟ في ايه؟ تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ تقلقش
يا عم احمد امني انت بس ومالكش فيه. عم اخرت هنبقى حراميه كمان. ما تخافش انا لازم اربي ابني الكلب. مش عارف اخرتها معاك انت ايه بس. تعالى عادل تعالى نط ورايا. يا عم انت هتعمل ايه؟ مالكش فيه نط ورايا. فلوس يا لا عادل فلوس يا بنت امك يا بلح. انصر دين دماغك يا بلح. شفت انا قايل لك المحاولات مش ممكن الواد ده يخبي فلوسه في بنك ابدا. بكره تعدي عليا من الفجريه من نجمه فاهم. يلا يلا معلم بلحه. يا معلم بلحه. نعمين. هو احمد سافر؟ سافر مات انا معرفش عنه حاجه ومش عايز اعرف كمان. ولو كان مات يبقى ربنا رحمه مني. اوكيشن ايش يا معلم بلح؟ تصبح على خير يا معلم بلح. انت اهل ليه. لو شفته بعناية الاتنين دول بس بقى ايه بلحة. بلحة هو اللي رماه صح يا حبيبي؟ رماه زي ما كان عايز يرمينا كلب. بس انا قلبي كان حاسس قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلب الام ما يكذبش ابدا. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. بابا بابا بقول لك ايه؟ لا 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 الشنطة دي عايز اخبيها. حاضر. ماشي لو خبيتها لي هجيب لك ابنك. حاضر. ماشي حاضر. ما مش راجل ما جبتهولك بس الشنطه دي فيها حياتي. حاضر. ما تفتحهاش خيرها. حاضر من عيوني يا جماعه والله العظيم ما هفتحها. ده انت رديت لي روحي وجبت لي خبر ابن عايش. عايز تشوف متولي خليلي بالك من الشنطه. على عيوني يا دناي على عيوني. ما تخافش اطمن يا حبيبي اطمن. خايفة. أنا كمان خايفة قوي. أنا هصحى الصبح مش هشوفه مش هسلم عليه زي كل يوم. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه بابا مات. الناس هتعمل فينا إيه؟ إزاي هنعيش من غيره؟ ده هو اللي كان مقوينا وهو اللي كان سندنا. أنا دلوقتي لما عايزة أتكلم هتكلم مع مين؟ لو زعلانة هشتكي لمين؟ هقول لمين؟
واكيد ميت هو زعلان مني، اكيد كلامي هو اللي زعله، هو سمعني وانا بتكلم، كلامي هو اللي زعله، انا اللي موته يا منى، كلامي هو اللي موته. لا يا صبر ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا صبر. هو الوحيد اللي كان بيقول لي اني حلوه قوي، كان دايما يقول لي اني ست البنات. مين دلوقتي هياخدني في حضنه؟ مين هيحسسني ان الحياه حلوه؟ مين؟ انت كنت فين يا ابني؟ استنى بس يا عم هقول لك في ايه. انا جيت اهو، في خبر كده هقول لك عليه بس مش عايزك تتضايق. ايه انجز. الملعون اللي اسمه بلح ماله بلغ علينا وقال ان احنا قلبناه. يا خبر اسود ومنير، انت بتتكلم بجد؟ ده احنا كده هنروح في كلابوش، ده غير البهدله وقله القيمه والتلطيش. طب وبعدين هنعمل ايه؟ حل عبقرينه. لا ما تقلقش، انا فكرت وجاهز وهتشوف كمان. يلا بينا. يعني انتوا بتتهموه؟ اه بنتهم يا ابن الكدابه. انا كداب يا باشا؟ ده مش كداب يا باشا، هو ده اللي كداب يا باشا، وكان عايز يموتنا والله، والعيال دي ما كانتش تبلغ هنا غير لما كانت هتموت. صدقني والله يا باشا زي ما بقول لك كده، والله العظيم الكلام ده حصل صح يالا ولا ايه؟ والله العظيم حصل يا باشا. عليا القناع عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. الواد ده سرقني يا باشا. سرق منك ايه يا باشا؟ والله العظيم احنا غلابه، الواد بلح دوت هو اللي سرقنا وكان عايز يموتنا، ولولا استاذ احمد يعني احنا جينا نعمل محضر وناخد حقنا بالقانون والعداله. اصل يعني محسوبك يعني بيحب العدل والعداله. ايوه يا باشا والله العظيم صدقني احنا الكلام ده مظبوط يا باشا، ده كان عايز ياخدنا يموتنا هناك. حرام يا باشا، حرام العيال دي يا باشا تموت كده في طيس يا باشا. طب نموت طيب في ده البلد، طيب نموت في ده البلد، نموت في ده مصر، مش نموت في طيس البحر يا باشا. والله العظيم انا صعبان على اللي حصل يا باشا. ده مصر دي غاليه عندنا قوي. انا نادر عليا يا باشا، والله العظيم بسيب بلدي، انا هموت في بلدي يا باشا. خلاص يا باشا انا عايز حقي. لا بس عداله يا باشا، عيب عليك. لا والله العظيم يا باشا، انا تنفع شغل في السينما يا اخي. ايه الاخبار يا حماد؟ لا ده 100 100 دلوقتي طلع اصلا. العيال طلعت تمام 100 100 كله زي الفل. شكرا يا رجاله. ايه ده؟ ايه ده انت هتخلعه ولا ايه؟ يا جدع في انت هاجم علينا كده؟ احط لك جنبك جدع في ايه؟ احنا قدام الاسم ميايا كده. اوضه ايه يا عم؟ لا انا عايز ميايا. استاهلوا؟ اه يستاهلوا بصراحه. ماشي. كم واحد؟ ثلاثه هم ال 100 بس. طبعا الفل. ماشي يلا زي بعض. كله تمام. جاب العيال دي منين؟ عيال؟ انا بحسبك هتسالني على الفلوس، يعني عيال في اكتر منها متلقحه فوق الكباري. يا عم احمد بس قضيه المصلحه. يا خالتي ما قايل لك قبل كده انه عايش، هنفرق بيه بس؟ خش ربنا يا ابني يطمن قلبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ كلمهولي، انا اللي عايزه اطمن واسمع صوته بوداني. ماشي يا خالتي، انا كلمهولك عشان تتاكدي ان انا ما بكدبش عليكي. كتر خيرك يا احمد. ادي يا ستي متولي. رد. استني يا حاجه شويه. طيب. الو يا متولي، عامل ايه؟ اخبار الدنيا عندك ايه؟ تمام. بقول لك يا متولي، في حد عايز يكلمك. لا مفاجاه. خد يا سيدي معاك ايه. هات يا حبيبي هات. الو متولي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا ضنايا. كده برضو تعمل فمك كده يا متولي؟ مهتلة من غيرك. تعال بقى يا ابني، هادي عليك بإيه؟ أقول روح منك لله، مش هتهون عليا. جاية إمتى؟ بجد والنبي؟ طب أنا مستنياك يا حبيبي، والله مستنياك. بالسلامة يا ابني، ألف سلامة يا حبيبي، بالسلامة. بالسلامة يا دنايا. تأكدت يا خالتي إنه عايش؟ تأكدت يا حبيبي. بقول لك ايه؟ احمد والنبي خصيمك محمد كلمه خليه يجي. خلاص يا خالتي، وعد مني هخلي متولي يرجع لك. ربنا يبارك لك يا ضنايا، ما تحرمش منك، جميل فرقه العمر كله. ماشي، عايزه حاجه؟ لا سلامتك. بقول لك ايه؟ الامانه اللي عندي بتاعتك مش عايزها. خليها ولما عاوزها هبقى اطلبها منك. حاضر. سلام. الف سلامه يا حبيبي. يا رب يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. يا رب اعمل ايه بس؟ اسجد لك ركعتين شكر يا رب. الحمد لله الحمد لله.
اتفضل. تحب تشرب ايه؟ البقالة لا كمالية. ياه انت لسه فاكر؟ انا اصلا انا ما والله ما عارف اقول لك يا كمال. انا عارفه ما كنتش هنا لما سمعت الخبر، بس يهمني انك تعرف ان وجودك جنبنا كان هيفرق معانا كتير قوي. بس يلا الحمد لله عم جمال ما سابناش. جمال مين؟ جمال مين؟ والله العظيم ثلاثة انا لو كنت فاضي والله العظيم غصب عنك كمالي. عارف ما انا اكتشفت ان الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه. يلا معلش الله يرحم. الله يرحم. انا مش عارف اقول لك ايه. انتوا مش محتاجين اي حاجه، اي حاجه اجيبها لكم، اي حاجه اعملها لكم. لا شكرا. وبعدين الست الوالده قامت بالواجب. امي طب بقولك ايه، انا كنت عايز اتكلم معاكي في كلمتين كده على جنب. اتفضل. انت زعلانه مني وانا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ ايوه طبعا يا كاميلا، وقت مناسب ومناسب جدا كمان على فكره. كاميلا انت عارفه انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا قوي والله يعني. وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خالي يا بت. صح عندك حق، انا بنت خالك وانت ابن عمتي وفي بينا حاجة اسمها صلة الدم، بيقولوا عليها زمان الضفر ما بيطلعش من اللحم. وأما الواحد بيحصل له حاجة ما بيلاقيش في ظهره غير أهله. بسم الله عليكي، أديك أنت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي أنا كنت جاي أقوله لك بالظبط. أمال كنت هتهاجر من غير ما تقول لحد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ اهرب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا كنت بهرب من نفسي يا كاميلي. انا كنت بهرب من نفسي، من الدنيا اللي انا عايش فيها، اللي انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها لا حق ولا باطل. ولما انت راجل بتقول كده امال انا اقول ايه؟ ده انا اقول اكتر من كده 60 مره. انت عارف يعني ايه كاميليا؟ راجل يبقى معدي ال 30 سنه ولسه ما عرفش يبدا حياته منين؟ انت اللي كنت عايز كده. خلاص يا كاميليا خلاص، انا مش عايزك تقولي كلام يضايقك ويضايقني. انا اسفه بس انا بقول الكلام ده عشان انت ابن عمتي اللي انا خايفه عليه. مش قصدي والله العظيم انا كمان خايف عليك. والله العظيم انا كمان خايف عليك يا كاميليا. بعدين انا مش عايزك تزعلي من امي. امي دي ست كبيره ودماغها على قدها، انت فاهمه. والله العظيم بتعمل معايا اكتر ما بتعمل معاكوا 60 مره. يلا حصل خير. قصدي بقول لك ايه، ما تعوزي طبعا مني اي حاجه انت مش محتاجه يعني تفكري قبل ما تكلميني. ها كنت عايزك تبقى واقف جنبي في دفنته، كنت عايزك تبقى ظهري سندي، كنت عايزك انت اللي تشيل، كنت عايزك انت اللي تاخد عزيز مش عم جمال. تشرب ايه؟ كملي، انت لسه بتحبيه؟ انا ما بحبش حد. يلا عايزك تغيري هدومك
اتفقت مع عم جمال هنروح ونشوف معاش بابا ونسوي. مالك؟ انا الصراحه مش عايزه اروح هناك، مش عايزه اشوف روم. بالعكس، احنا لازم نشوفه. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف ميت يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو وقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا بخا. البقال لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى، ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتي. بس انت برضو كان لازم تقولي لنا. ولا احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص، سد خان. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش. انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه. الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين؟ كنت بقول له رايحه النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت تعملي حاجه غلط؟ ياه، انا حاسه دلوقتي بالذنب، حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا، يلا بينا قبل الليل ما ينزل علينا. مش متخيله انه ما بقاش موجود. انا مش عارفه دلوقتي هنعمل ايه وهنعيش من غيره ازاي. بس يا حبيبتي سمر يا بنتي، البقاء لله. حياتك الباقية. بس يا حبيبتي مش كده. بس يا سمر، انت لازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبة لي زي لمار بالظبط. اي حاجة تحتاجيها خدي نمرتي من لمار، دي نمرتي الشخصية، انا مش بديها لأي حد. أنا من النهاردة عندي بنتين، سمر ولمار، أوكي؟ خلي بالك بقى، أنا بحب بابا جدا، يعني هتلاقيني بنفسن عليكي على طول، خدي بالك مني ها؟ على فين؟ رايحة لماما، هتعوز مني حاجة؟ لا اتفضلي، سعيد فين؟ نايم فوق. باي باي يا بنات. باي باي ماما. باي. يا لمار. يا لمار. يا لمار. ايه عايز ايه؟ معايا ضيوف. انت عايز ايه؟ ما بتردش ليه؟ قلت لك معايا ضيوف. مين؟ اه كنت بنت الموزه بتاعت الحفله بتاعت امبارح، عارفين عليها. مش هي، معايا سمر. يا بنت كئيبه؟ شش حرام عليك، مش عايزاها تسمعك، وبعدين دي باباها لسه متوفي. شفتي؟ مش بقول لك كئيبه. اطلعي باي حاجه من معاكي يا جده، لو ماما سايبه معاكي حاجه يعني. ماما مش سايبه معايا حاجه. اه مش سايبه حاجه. طب ما تجيبي انت اي حاجه. بس لو بابا عرف على فكره هتبقى كارثه. ماشي ماشي محدش عارف. يلا امشي بقى امشي. يا عيله من احلى. يلا ربنا. بقول لك انا همشي. لا تمشي، ده يرحم عليك بقى، ما هو المشوار تقيل على قلبنا كمان. الله خلينا نخلص منه. ازيك يا روم؟ هو انت عرفت ان بابا توفى؟ عرفت. طب مش كان يصح برضو تيجي تعزينا؟ لكن اكيد في حاجه مهمه هي اللي منعتك. ما تعرفش مكتب عم جمال فين؟ هو موجود في مكتبه اخر الطرق. طيب انا هروح لعم جمال حصلني. نجلاء على فكره ما جيتش هنا عشان كويس انك جيتي. في مكان انت عايزني؟ اه انا كنت عايز اتكلم معاكي. غريبه، ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسني ان انا مخطوبه وان انا ليا ظهر. هو انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الحكايه دي. أوي أوي، بتحب إن احنا نتكلم فين؟ مكتبي كويس، اتفضلي.
هو أنا سألت سؤال غلط ولا إيه؟ لا هو مش غلط ولا حاجة كاميليا، بس أنا مش عارف أقول لك إيه. إحنا أصلنا بعد ما مات عبد العزيز الله يرحمه اكتشفنا إنه طول عمره كان شغال معانا هنا بعد عمل مؤقت، يعني عمره ما كان متعين على درجة وظيفية. عقد مؤقت إزاي؟ أنت بتقول إيه يا عم جمال؟ أعمل إيه؟ ده اللي حصل. يعني أنا أبويا ليه مكافأة وليه معاش ولا ملوش حاجة؟ أنا مش هينفع أشرح لك الحكاية دي هنا، عشان دي حكاية محتاجة وقت. أنتي دلوقتي تروحي وأنا هاجي لك البيت أقعد أشرح لك الحكاية دي بالتفصيل، أعرفك إيه اللي ليكوا وإيه اللي عليكوا واللي في الخير يعملوا ربنا إن شاء الله. ما هي ساكت ليه؟ بتدور على حاجة تقولها؟ لا أبداً، بس متضايق. صح، أنت عندك حق، أنا مش هقدر أقولك أي حاجة. أنا غلطت لما خبيت عليك إني عندي الصرع، بس قلت يعني مش هتفرق معاك، قلت طالما إحنا بنحب بعض واخترنا بعض خلاص. بس أنا كان لازم أعرف. عندك حق، بس ده يعني يخليك ما تجيش وتقولي بقاء لله وتقف معايا في موقف زي ده؟ طبيعي كنت متضايق وزعلان، حسيت إني خدعتيني. خدعتك مرة واحدة؟ ليه، اكتشفت إن أنا كنت بحب حد وخبيت عليك يعني، ولا اتجوزت وما قلتلكش؟ والله ما تفرقش كتير. أه بجد؟ أنت شايف إن هي ما تفرقش كتير؟ ماشي. على العموم أنا عارفة أنت عايز إيه. اتفضل. أنا هعتبر إن أنا اللي فسخت الخطوبة. شبكتك هديلك بكرة. وريت بقى تبقى تبعت حد يتمم عليها لا تكون حاجة ناقصة. بتتكلمي كأن أنا الغلط. لو كنت أنا اللي خبيت عليكي حاجة زي دي كنت هتعملي إيه؟ أقول لك أنا. كانت الآية تتبدل. تعتبر إن أنا خدعتك وكدبت عليك وتعملي أكتر من اللي أنا عملته. على فكرة بقى، أنت اللي مش مظبوطة. لو سمحت، كفاية قوي لحد كده. يلا يا نجلاء، إحنا غلطنا إن إحنا جينا. نجلاء! نجلاء! أجيب مية، أجيب مية. تشربي مية؟ نجلاء أنا آسف. تشربي مية تاني؟ يلا نمشي. قومي 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 يلا. طب استريح. قومي. شكرا. أنا عارف إنك زعلانة مني، بس حبيبتي انت وحشاني وكان نفسي اشوفك حتى لو ماما مش عايزه. والله اتصلت بيك كتير. بابا، هو انت عايز ايه؟ يعني حضرتك عايز ايه من الزياره دي؟ نشوف بعض؟ اه. طب قد احنا شفنا بعض اهو، كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحاره. عايزني اسيب كل العز اللي انا عايشه فيه والفلوس والحياه اللي تتمناها اي بنت واجي اعيش معاك؟ اعيش معاك ومع بنات سميه زي ما ميرا عملت؟ عايزني افضل طول السنه عماله ارقع في هدومي؟ ولا عايزني استلف هدوم الشتا والصيف من الجيران عشان ابقى بنت كويسة وبتحب ابوها؟
انا ما كنتش غلط، انت اللي غلط. انت اللي كنت عايز تفضل موظف تستنى المرتب كل شهر. كنت عايزنا ناكل ونشرب ونعيش كلنا بمرتبك اللي مش مكفي حتى مواصلتك للوزاره اللي بتشتغل فيها. انا ما اقدرش اعمل كده، انا بحب الحياه. استاذ سامح عايز حضرتك. اوكي خليه يدخل. تمام. اتفضل يا سامح. قعدت اقول هتتصل. طب يا ستي مش علشان عشان خاطر الشغل. والله انا كنت هكلمك بس يعني معلش حصلت مشكله صغيره كده. مشكله صغيره وانا موجود؟ ده كلام برضه. اتفضل. سامح ممكن تقولي انت عايز ايه بالظبط؟ عجباني. هي دي مشكلتك؟ انت شايفه ان دي مشكله قليله؟ سامح انت مشكلتك انك بتدخل الشغل في العلاقات الشخصيه. كله منفذ على بعضه. ايه؟ قلت حاجه غريبه؟ لا بس طريقتك هي اللي غريبة. صدقيني هي دي الحقيقة. الناس هتقولك عايزين الحب البيور الأفلاطوني بس الحقيقة مش كده. كل واحد عاوز من اللي قدامه حاجة. وإيه بقى هي الحاجة اللي انت عايزها مني؟ عاوزك انت. ساعتها بكسبت كل حاجة ومعايا أحلى بنت في البلد كلها. طب وأنا هبقى كسبت إيه؟ أشطر رجل أعمال. لا ده أنت غير ساوي النهاردة. لا أنا هقوم أسيبك بقى. لا لا معلش بس أصل أنا والدي توفى امبارح. إيه؟ لا أنا آسف. هي في حياتك؟ والله ما كان عندي علم بأي حاجة. كنتش أعرف خالص. عادي مش مشكلة ولا يهمك. طب خلاص لو حابة أسيبك لوحدك أجيلك وقت تاني. لا استنى أنا مش عايزة أقعد لوحدي، أنا عايزة أخرج. يا سلام بس كده تحت أمرك. طب يلا بينا. يلا بينا. ايه مالك؟ قلبة وشك ليه؟ متضايقة. بقول لك ايه؟ الحزن في القلب بقى فكيها وما تخليش الراجل يقفش من انا. انا متضايقة من كمالي عشان مادة ايدها عليا، وانا عمري ما حد مد ايده عليا. هقول لك على حاجة بس ما تزعليش مني يعني. قولي يا حنان. هي مش من حقها انها تمد ايديها عليكي، وانا لو كنت مكانك كنت رديت لها القلم في ساعتها. هي كده هتعمل عليكي الكبيرة. هي عملت خلاص. يبقى انتي لازم تاخدي بالك قوي من تصرفاتها وتشوفيها هتعمل ايه. مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه بالظبط. يعني خدي بالك عشان الحاج الله يرحمه اكيد شايل له قرشين كده ولا كده وهيخرج له معاش، وهي لما هتصدق تكوش عليهم؟ ساليني انا يا شيخه. مش للدرجه دي بقى يا مروه، انا بنصحك بس في الاخر انتي حره. الواحد لما بيشوف الناس النظيفه دي بيحس ان عمره مستحمى. الواد ابيض بيبرق زي الفل. لا اكيد ما بيستحماش بميه زينا، ميه معدنيه اهو كولونيا. طب خدي بالك بقى عشان ريحتك فاحت. عارفه قسم التصميمات؟ لا. اسالي اي فراشه يقول لك عليه.
تروحي تاخدي الرسومات من هناك وجري على المصنع تسلميها وتيجي تاني على طول، وعلى الله تقولي لي ما تعرفيش فين المصنع. هسأل. اسألي. بقول لك ايه؟ نعم. ميت حبي عايزك جوه. انا؟ انتي. وشوفي عايز ايه. حاضر. استني. نعم. زبطي نفسك كده عشان ما تدخليش مبهدلة. يلا. ماذا ده؟ إلهي يجي لك حجز في رجليك يا شيخ. بتقولي ايه؟ خبطت ركبتي الله يخرب بيتك. نقول لك ايه؟ ما تروحيش اروح سوا ماشي؟ اوكي. يلا. العرض اللي فات كان سيء جدا، انا مش هشتغل مع الناس دي تاني. بعدين ايه البنت اللي انت كنت جايبها دي يا بابا؟ زفت طبعا. انت ما كنتش شايف بطنها قدامها كانت عامله ازاي؟ لا. اسمع اسمع. الموديل هي اللي بتبيع المنتج. طبعا. الستات بتصدق ان الفستان هيبقى عليها زي ما هو على الموديل بالظبط. لا لا لا، احنا اللي بنعمل البنات دي. اللي مش عاجبها مع الف سلامة. مليون غيرها يتمنوا يبقوا مكانها. لا معلش. يعني محتاج اريح شويه عشان السيزون الجديد. ماشي ماشي، مع السلامه. انت البنت الجديده ها؟ مروه مش كده؟ اسمي مروه. خريجة ايه يا مروة؟ أنا خريجة آداب. آداب ايه؟ آداب فلسفة. بس جامدة فلسفة. شديدة الحقيقة. طيب بص يا مروة. أنت هتاخدي المجلات دي تقريها كويس وتطلعي كل المقالات اللي اتكتبت عنها. تكتبيهم في تقرير وتقدميهم لي على حسب الاهميه. حاضر. فاهمه؟ حاضر تحت امرك. عن اذنك. انا اسف. يا لؤي، البنت اللي انت جايبها دي. ماشي يا سيدي ماشي، اما نشوف. استاذ لؤي، ايه ما كلمتنيش ليه؟ بقول لك ايه، ابعد عن اخوك، انا مش ناقصك واحد ابوك. لو بقى هتزعلني تاني. انت عايز ايه؟ انت البنات الجديده ما عجبتكش؟ لا 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 لا، كده انا شامم ريحه وحشه قوي في كلامك. على فكره البنات دي محترمه جدا وجايه هنا عشان تشتغل وبس، وبعدين انت كده بتشتمني. يا لؤي انت على طول فهمني غلط كده يا اخي. انا قصدي يعني ان احنا شركه فاشنز ولازم يكونوا لايقيني على الشغل بتاعنا، يعني انت بتفهم ايه بس؟ اذا كان كده معلش، لو سمحت بقى غور عن وشي عشان انا مش طايق نفسي. ايوه ايوه، يا اهلا يا استاذ جمال، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ عبد الله. انا قلت اقعد معاك شويه كده، وبالمره اشكرك على وقفتك معانا في جنازه الله يرحمه عبد العزيز. يا سيدي ده واجب يا اخي، مع انك ما تعرفوش. الموت ما فيهوش تعرفه وما تعرفوش. واضح ان انت راجل طيب. الله يخليك. اتفضل يا سيدي. بس يا رب بقى يعجبك، اصلا يعني في المطبخ مش قد كده. اي حاجه من عمايل ايديك تبقى زي الفل. الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده،
دي الاوضه بقت حاجه تانية خالص يا استاذ عبد الله. واضح ان حضرتك بتحب النظام. يعني على قدي. وحضرتك متجوز؟ لا. ولا كنت متجوز؟ كنت. انا بقى لا كنت ولا حكون. اتفضل يا استاذ. اتفضل. يزيد فضلك يا سيدي. اتفضل. يا اهلا اهلا. اهلا وسهلا، شرفتني. اصلا انا بقى كنت كل ما اجي افكر في الحكايه دي اقول ان شاء الله بكره الحال هيبقى احسن، بكره المرتب هيتعدل، بكره هلاقي وظيفه تانية احسن من الوظيفه اللي انا فيها دي. انما للاسف ما حصلش. ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله ويكرمنا جميعا. خلاص بقى ما عادش ينفع. انا اصلي صاحب مقوله ان فاتك الميري اتمرغ في التراب. وانت بقى ايه ظروفك؟ انا بقى لا اتمرمغت في الميري ولا تراب الميري رضي مرمغني فيه. قصدك ايه؟ قصدي يعني انا على باب الله، الشغل اللي بلاقيها بشتغلها وبستناها بكره. وما كنتش انجبت اطفال يعني؟ لا في الحقيقه اصل انا طلقت بعد ما اتجوزت بست شهور. ما اتجوزتش تاني ليه؟ أكيد أنت ساعتها كنت لسه يعني شاب صغير. ليه دي بقى؟ أحكي لك عليها بعدين. طب ما تعمل لنا كوبايتين شاي وتحكي لي. ده يوم المنى. دولا، عرفت إن بلا هترحل؟ طبعًا عرفت. يا ابني أنا مفيش حاجة بتخفى عليا في الحارة دي. طب على فكرة بقى أنا خايف. خايف من إيه؟ يا ابني ما تخافش، تلاقي أحلى. لو أعرف بس هتوديني على فين؟ هنروح على البلد اللي تجمع شمليلة وشاشة. لا الله ده أنت رايق كمان. الله أكبر، بقول لك أنا خايف وأنت مش همك. طب خليلة أنت مش قلقان منها؟ لا طبعًا مش قلقان. شوف يا خليلة دي أحسن واحدة نشيل عندها الأمانة دي. أحسن تطمع يا أم أحمد. مش هتطمع يا ابني، اسمع مني. وبعدين احنا محتاجين ابنها. اعرف الدماغ دي بس بتفكر في ايه. بكره تعرف يا عدودي. طب ليه مش دلوقتي؟ دلوقتي يا عم احمد. عشان بكره نصح متولي جاي. ودا ولعه هالشيه بتاعتي. على فكره بقى انا متضايق. متضايق من ايه؟ وانا قلت صوتك عشان انت مقضيها تفكير لوحدك، تفكير لوحدك، وانا مش موجود، مش عامل لي اي اعتبار. متهيألي احنا الاثنين طريقنا واحد، ولا انت غيرت رايك ولا ايه يا عم احمد؟ انت جاي عادل تدق عليا دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ انا عارف انا بعمل ايه؟ سد لك التخطيط وخلي لك انت التنفيذ، انا محوشك للعوزه. بكره صعب، صعب قوي، اسمع مني. لا يا راجل. امال ايه؟ ما تجيبلوش شيشه ولع. اخر حاجه ممكن اتوقعها ان اشوفك هنا بلحة. قدر ومكتوب. ده بيفكرني بالمثل بتاع زمان اللي بيقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ويا ترى مشرف الكمباوند بتاعنا ليه يا مستر بلحة؟ يا عم لا مشرف ولا متنيل، دي وقعة سودة مع شوية عيال ما يسووش أي حاجة. إنما وشرف دي وشرف دي تطلع زي الشعرة من العجينة. ده أنا بلح يا بلح والأجر على الله. حبيبي يا معلم. أميرة. ايه؟ كنت فين كده؟ لا ابدا، نجلاء كانت متضايقه شويه فقلنا ننزل نفكر نفسنا. يا تعب التاني ولا ايه؟ ابعت اجيب دكتور؟ لا لا لا، احنا كويسين زي الفل. طيب احمد تعالى عايزاك. جاي حاضر. انت مش عايزني؟ يا احمد خلاص جاي. قلت الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انت كنت فين يا بنت؟ وانت كنت فين كل ده؟ كان عندي شغل. وانت اشتغلتي امتى ان شاء الله؟ وايه الشنطه دي؟ الشنطه دي فيها ايه؟ خلاص يا كاميليا بقى، لما نطلع فوق. خلي يابا يخرب بيتك يا فريال، بتحطيني ليه كده؟ طب اعمل حساب اليوم اللي انا عملته معاك امبارح. نعم نعم الله عليك، عايزه اتكلم معاك كلمتين. بعدين بعدين. وبعدين ده امتى ان شاء الله؟ لما فوق ابقى اكلمك تبقي تكلميني تقولي انت عايزه ايه.
طب يا ريت بقى تفوق بسرعه علشان بلح عايز يفهم ايه اللي حصل امبارح بالظبط. نفسه يخرج. تقصدي ايه؟ يعني عيب عليك اعمل كل ده علشان وهلل وخلي اللي ما يشتري يتفرج على بلحه وانت تعمل معايا كده. بقولك يا فريال، هاتي من الاخر، انا ما بحبش العوق ولا انا وحياتك لا بحب العوج ولا الحل المايل. يعني هو ايه اللي يعني؟ هو احنا نقول تور تقول احلبوه؟ طب يا ستي اللي عايزه تحلبي الطور انت، ينفع تعملي انت بتعمليه ده؟ نعمل ايه بقى طالما تور في ساقيه مغمى عينيه وعمال يلف حوالين نفسه؟ نشيل من على عينيه الغمه. حاولت وحياتك حاولت، بس نعمل ايه بقى؟ الظاهر التور متعلق في الحبال الدايبه. يا بنت، بنت خالي، بقول لك بنت خالي، ما تفهميش. انا ماليش دعوه بنت خالك بنت عمك، انا ليا دعوه باللي بشوفه قدام عيني. يعني اعمل ايه يعني؟ ابوهم ميت، ينفع ان انا ما اقفش جنبيهم؟ ها؟ الناس تقول عليا ايه؟ ياكلوا وشي، يقولوا عليا عيل صغير. يا لهوي، معقوله يا حبيبي يقولوا عليك كده وانا موجوده؟ فشر، ده انا كنت قطعت لسانهم. ده انا اللي هقطع خبرك اني هقطع. ايه انا مش معديه بقى؟ انت يا وليه انا اسمك سمينة. وما توطي صوتك يا ست جمالات، ما توطي صوتك، ما يصحش كده. ياما الفضايح اللي انت بتعملها لي دي. اسم الله. وبعد من السلم فيها فضايح؟ اوعي. انت يا سلانة. بقول لك ايه؟ خدي ابنك يلا وغوره، يا مش ناقصاكوا، ما انتش قاعده فيها النهارده. هي هبت يا جمالات ولا ايه؟ مالك يا اختي طلعتينا زي الباجور كده ليه؟ بابور يولع فيك انت وابنك. ما يصحش كده يا ست جمالات، وطي صوتك، بتشتري لنا الام واحنا واقفين. اسم الله يا اخويا، يصح وما يصحش، وانت انت اللي عاملها حبيب وشغال لي كمانجات، وامك اللي عماله تسف من البنت شمال ويمين وتقول لي ما يصحش. بقول لك ايه؟ لم الدنيا بقى علشان انا هموت لك نفسي دلوقتي. اقسم بالله انا هموتك انت وهو وامه. زمان بقول لك انت باين عليكي نفسك تسمعني من حقك. يا بقول لك انت نسيتي سيده ولا ايه؟ لا هفكرك. خلاص خلاص يا ست جمالات، حقك عليا انا، حقك عليا، خلاص خلاص الموضوع. ليه بالدور؟ مش هلمه، هتمشي من هنا يعني، هتمشي من هنا، ما انتش قاعده فيها النهارده. اعلى مفخله تركبيه يا حلوه، انا قاعده بايجاري، بدفع لك كل شهر ايجار، اما نشوف هتعملي ايه. ماشي يا ست سيده، انا هوريكي ستك سيده. ايوه يا اما خلاص، ما قالتك ست سيده، هتقولي ايه تاني؟ ماشي يا ست سيده، انا خلاص. اقول لك يا فريال، خد امك وطلعيها بقى، مش هتسيب فضايع. بلاليل عليك وعلى امك. انا طالعه لها، اقسم بالله ما هسيبها النهارده. اوعي اوعي، بلاش بهدله وقله ادب. انت ما بتسيبهم فاضي يا كمان. اوعي انا هوريك يعني. لا قفل يا كمان. خلاص يا ست، خلاص يا ست. ماشي أنا ما عشتش معاه كتير، حتى كل المرات اللي شفته فيها في حياتي تتعد. مش عارفة أنا حاسة بإيه بالظبط دلوقتي، حاسة زي ما يكون في حاجة جوايا نقصت مرة واحدة، بس أنا معرفش هي إيه. عادي أيتم، مش عارف، أنا شايف إن ده شعور طبيعي. لا بس أنا عمري ما تخيلت إن... إنك إيه؟ مش عايزة تكملي؟ عمري ما تخيلت إني ممكن أزعل عليه أو أحس إني مفتقدة، بس مش عارفة إيه اللي حصل لي. أول ما سمعت الخبر حسيت إني مش أنا، حسيت إني واحدة تانية. ندمت قوي، حسيت اني كان نفسي على الاقل اقعد معاه شويه اكتر لما جالي اخر مره. برضو عادي، زي ما بقول لك ده شعور طبيعي جدا. هو انا وحشه؟ عايزه رايي؟ يا ريت. انت مظلومه، هي دي الحقيقه صدقيني. انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل، مامتك وباباكي هما المسؤولين عن كل حاجه. بس أنا حاسة بالذنب
احساسك ده اللي يخليني اقول انك انت انسانه كويسه. تقصد ايه؟ افهم. انت مش ملاحظ ان انت بقيت بايخ شويه؟ يا سلام، بقيت بايخ عشان عايز افهم؟ تفهم ايه؟ ما كل حاجه واضحه قدام عينيك. البنت بتقابله عشان في شغل، ولا انت ناسي الاتفاق اللي تم بين الشركتين؟ لا ما نسيتش الاتفاق، بس المقابلات تبقى خارج الشركه. سمير، كلامك ريحته مش عجباني. تصرفاتك انت وبنتك اللي بقت تنرفز. بقول لك ايه يا حبيبي، ما دام تصرفاتي انا وبنتي بقت تنرفزك قوي كده، ايه اللي غصبك؟ كل واحد يروح لحاله. يا سلام، هي بقت كده؟ ايوه كده يا سمير. وانا ما عنديش مانع كده برضو يا حبيبي. ما كنتش متخيل ان انت تقول كده بعد العشره دي كلها، بس انا عايزه افكرك بحاجه صغنونه قد كده. الشركة حبيبي انت مالكش فيها حاجه، وانت يظهر مش واخده بالك ان الشركه دي بعمرك. حبيبي انا ما عنديش مشكله، بس الشركه باسمي. تظهر انك ناسيه انك ماضيه شيكات على بياض. بيني وبينك المحكمه، اموت انا في المحكمه. حط الرقم اللي نفسك فيه وعلى ما تحكم بقى، ما انت عارف المحاكم عمر. يمين يعيش. مشكلتك يا سمسم ان انت بتنسى، احنا مالناش غير بعض، فلوسنا مع بعض وحياتنا مع بعض وكل حاجه مع بعض يا حبيبي. معلش، انا ما اقصدش، يعني انا كنت. خلاص يا حبيبي، خلاص ما تزعلش. انا حاسه ان انت متضايق ومخنوق عشان انت بقيت عرف، وايتن بنتي بقت الكل في الكل في الشركه، وهي اللي دايراها. هي على فكره مش ذنبها، هي بنت اليومين دول عارفه البنات عايزين ايه والناس عايزين ايه، وبتنزل الحاجه اللي في السوق اللي تقش. اذا كان على ابنك ما تقلقش. طيب وسامح؟ كبري لحد ما نلم السوق. فعبي جديده دي يا مركبنا كبير. اهدى يا حبيبي، انا شايفاك متوتر كده، انت لازم تفضفض لي. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبي، حد برضه يقول لمراته حبيبته اللي ستر وغطى عليه انت منرفزاني؟ وده بره اللي بينا يا حبيبي. أنا متشكرة قوي. بتطلع تشرب أي حاجة؟ لا لا معلش، خليها مرة تانية. أنا بجد مش عارفة أقول لك يا مروان، متشكرة جدا على اهتمامك بيا. ما جتش من أيتن تتصل حتى تطمن أنا وصلت ولا ما وصلتش. معلش، أنا تحت أمرك في أي وقت. متشكرة، أنا إذن. بتمشي تشحتي في الشوارع؟ أنا بشتغل شغلانة كويسة على فكرة. شغلانة إيه؟ بتنزلي تلفي على القهاوي والمتروهات وتنادي على البضاعة اللي معاكي؟ بتقولي لهم إيه؟ أختك عندها السرطان وأبوكي مش لاقي ياكل؟ وليه ما تقوليش إني بحلي البضاعة اللي معايا والناس فعلا بتشتري وبكسب يا ستي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، هتموتوني. واحدة ماشية لي على حل شعرها ولسه ما رجعتش لغاية دلوقتي، والتانية بتشحط في الشارع. انا ما بشحطش يا كاميليا، انا بشتغل شغلانه بحبها ومش هسيبها. ميرا فين؟ وناش عرفني. ايه اللي شعرفني؟ امال مين اللي يعرف؟ اهي طالعه، كانت جايه مع مروان ابن جوز امها. الله الله، كل واحده بتطق في دماغها حاجه بتعملها. شرفتي يا هاني، انت كنتي فين يا حلوه؟ انت كنتي فين؟ في ايه يا كاميليا مالك؟ ايه اللي فيه؟ الواد مروان ده بيوصلك ليه؟ مش جه مره قبل كده وقلنا خلصنا؟ ولا هي سيره؟ بقول لك ايه؟ لو عايزه ترجعي تعيش عند امك يلا بالسلامه، انا ما عنديش مانع. وانتي تعملي حسابك مفيش نزول من البيت ده، والشغلانه الزباله بتاعتك دي مش هتحصل تاني. لا يا كاميليا مش هسيبها،
كملت. صوتكم عالي ليه كده؟ اموت وافهم انا شغلانه تقل بننزل لها بهدوم ونرجع بهدوم، اصل مفيش غير شغلانه واحده. اوعي تغلطي يا كاميليا. لا يا حبيبتي انا هغلط. اهدي يا كاميليا، مش كده. مش هغلط، وكل واحده في البيت ده لازم تفهم انه تحت امري انا، ومفيش دخول ولا خروج من البيت غير بامري انا. ليه ان شاء الله؟ هتربينا من اول وجديد؟ هربيكم من اول وجديد. يا كاميليا التفاهم مش بالشكل ده. مفيش تفاهم، واللي هقوله هو اللي هيمشي. والكلام ده على مين بقى ان شاء الله؟ على الكل. وانا مش موافقه، انا ما بعملش حاجه غلط. هتنفذي غصب عنك. مش هنفذ يا كاميليا. اوعي قسما بالله العظيم لو ما اديت ايدك عليا تانية يا كاميليا ما هسيبك في حالك. تعالي انا عايزاكي. نعم. انت غلطانه يا كاميليا، العصبيه مش كويسه، وبعدين بابا الله يرحمه عمره ما زعق لواحده فينا وعمره ما قال كلمه وحشه. لما كانت تبقى في حاجه مضايقاه كان بيقولها وهو بيضحك. حتى ما ينفعش تيجي في يوم وليله وتغيري كل ده. يعني انت عاجبك اللي حصل؟ وبعدين دول لازم يعرفوا ان الموضوع ما بقاش سايق. المهم انا هرجع الشبكه لرامي. لا، هو اللي طلع مش راجل وهو اللي ما التزمش بكلامه معاكي، يبقى مالوش حاجه عندنا. الاصول بتقول كده. انا النهارده رميت الدبله في وشه وانا مش عايزه اي حاجه منه، يغور هو وشبكته، مش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. خلاص ولا يهمك. أنا كنت طول عمري بقول بتحب فيه إيه ده؟ ناشف ومقدد وغريب. عندك حق، العيب فيه مش أنا. أيوة، هاتي اللي فيها. حبيبتي اللي عندك ده أنت مالكيش ذنب فيه، أكيد ربنا له حكمة. إيه حكمته يا كاميليا؟ إيه هي؟ أنا عايزة أعرفها. انت فاهمه قد ايه انا ببقى نفسي انزل من البيت واتمشى واقعد في اي حته، بس بخاف ان الحاله تجيلي. بكره نظره الشفقه في عيون الناس لما ببقى فوق، بكره. هتخفي وهتبقي زي الفل. هتخفي ايه بس؟ انت عارفه انا بقالي قد ايه بتعالج. بصي انا مش عايزه اشغل بالك باي حاجه، وانا كمان احاول ان انا ما اشغلش بالي، بس عايزه اقولك على حاجه واحده. من كلام عم جمال النهارده انا شايفه ان احنا كلنا لازم نشتغل. خفي عن البنات شويه، انت مش عارفه بكره في ايه. مش هتقرف زهقت كله قرف. في ايه يا مروه مالك؟ زهقت، زهقت يا اميره وخلاص، ما بقتش طايقه نفسي. مش لاقي حاجه كويسه اروح بيها الشغل، كل الحاجات اللي في الدولاب زي الزفت وعره، ونص هدومي بستلفها من صحابي. خلاص يا ستي استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه، هما بقى يستنوني لحد ما اقبض. يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله اخد من عندهم على الحساب، يقولوا عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام، طب ما هي دي الحقيقه، ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعيه بجد، انت والله العظيم ما طبيعيه يا ميرا. واسكتي احسن عشان هترفعي لي ضغطي. ميرا ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبه شويه، اعصابي بايظه. بقولك ايه يا ميرا، انا عايزه اسالك سؤال بس، ورحمه ابوكي ما تفهميني غلط. اسالي. ايه عايشه هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم؟ دي هانم، وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره يا حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي على في الفقر. اسيبكم يعني يا مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره.
عارفه يا مروان، قبل ما بابا يموت بيوم كنت بفكر اقول له ان انا همشي، مش عشان انا مش عايزه اقعد معاكوا، لا، عشان اشيل من على كتفه همي شويه. بس انا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندله. عارفه بقى، انا لو منك اقسم بالله استندل من اول يوم. تعالي عايزه اسالك على حاجه. اقعدي لي كده قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين؟ مروان؟ مروان شهم ولطيف، واخد باله منك، مرضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروان انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انت مش عايزه تروحي لزينب هانم، ياخدك هو. مروه، هو انت مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي، يعني اصل انا مش انا اختك برضو حبيبتك، يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشه كويسه وتشيلينا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فاكيد مش هتسيبيني لوحدي. مش انا اختك حبيبتك؟ يعني احنا مش من نفس الام بس من نفس الاب، وتربينا في نفس البيت، صح ولا ايه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروه، تصبحي على خير. الفقريه دي المصحف، انت مو طبيعيه، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجه. لا لا ابدا، ما فيش عطله ولا حاجه، اتفضل سعادتك. هو احنا ثانيه واحده. اتفضل. شوف كده، عادل مين اللي بيتصل؟ رقم غريب. ده ابو طلال. رد عليه، رد عليه. الو ابو طلال، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله احمد بيه، بس في اجتماع يعني، ممكن ساعه كده واخليه يكلم حضرتك. لا البضاعه في ميعادها، في ميعادها هتوصل باذن الله، ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا لا لا، اصل احمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه. فال10 مليون حق البضاعه خليهم معاك، احتمال كمان ساعه كده ابعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل، هنشوف لسه، هنشوف. لا حبيبي تأمرني، ساعه واخليه يكلمك باذن الله. باذن الله. سلام ابو طلال. سلام يا حبيبي. سلام. ده ابو طلال. ماشي. احنا كنا عايزين نودع عندكم في البنك مبلغ كبير شويه. اوكي، تحت امركم. انا متاكد ان انتوا بتقدموا خدمات مصرفيه عاليه، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع جهات كبيره في جميع دول العالم يعني. انا بس يهمني الدقه والسرعه. لا وهم اكيد احمد بيه بيسمعوا عنك طبعا. طبعا غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحية تطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، ده حاجه تطمن قوي. لا انا متفائل احمد بيه ان البنك ده باذن الله يحوز رضا حضرتك يعني باذن الله. وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه تعالى لي حالا عندي دلوقتي. اشربي يا خاله خليله. كوبايه شاي يا ابني، الله يرضى عليك. وعندك شاي لخاله خليله. ابوس ايدك. ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع، عايزه ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه، والله العظيم كان غصب عني كده. يا دنيا تهون عليك امك كده، شفت المرمطه اللي انا فيها يا امه؟ والله العظيم انا ما كنتش عايز اركع ايد ورا وايد قدام، هي دي كل المشكله. ليه يا دنيا؟ خايفني اعايرك ولا سمعك كلامي زعلك؟ من ايام ما قلت زمان يا متولي حصل ايه؟ ياما ياما ما تقطعيش قلبي، انا بس ما كنتش عايز املك يخيب فيا، ما كنتش عايز كل ده يحصل فيك ياما. هو املي ما خابش يا دنايا؟ ده انا اتمرمطت وشفت الذل. لا ياما مش هتشوفي الذل تاني. يلا يلا خلي لومي معايا، يلا قومي على البيت، يلا يلا ياما.
ياما ما تقطعيش قلبي مالك. مش قادرة بتولي. كنت فكرة لما اشوفك روحي هترد فيا وبجري زيك. مش قادرة تقولي. ياما ما تقطعيش قلبي، ابوس ايدك ياما، ما تخلينيش ارجع تاني ياما. ارجع فين يا ضنايا؟ انا اتمنى انك جيت، بل عايز تمشي. لا يا متولي، لا يا متولي، ابوس ايدك. لا ياما، لا ياما، لا يا ضنايا. والله العظيم ما اسف. انت ابن عمري. حاضر. وصاحبي حبيبي واخويا وسندي وعزوتي يا متولي. حاضر يا اما، والله ما اسف. يلا شد حالك كده واسند عليا، ويلا على البيت وارمي الزباله دي ياما. اسند تاني يا متولي بعد ايه؟ يلا بقى ياما، يلا يلا. والله العظيم انا نسيت كل الايام دي. يلا سيبي الزباله دي ياما وقومي. حاضر خليلة، حاضر خليلة. في حاجه ولا ايه؟ انت مش رخصك معاك؟ طبعا الفول يا فندم، احنا كله سليم وكله تمام. رخصة موجودة بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح النشاط ده كله. انت هتعلمنا شغلانة ولا ايه؟ لا فندم اتفضل اتفضل اتفضل. العربية دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها، ودي رخصة العربية. معاك عقد الإيجار؟ هناك هو في المكتب، بس احنا كان عندنا مشوار أنا وأحمد، فيعني استعجلنا معلش. العربية دي متبلغ عنها إن هي مسروقة. مسروقة ازاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وأنت تتأكد بنفسك إن احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اركل لي على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركل لي على جنب. انت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورقه بتاعت العربيه؟ اركل على جنب. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطاريه خلاص شطبت، بس ان شاء الله هجيب واحده جديده لما انزل. على فكره سمر، انا جايلك النهارده وانا مش مبسوطه كده ومقلقه. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقولي سألتي على سمر ولا لا؟ قلت له لا، قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تدوريها تشوفيها عامله ايه. عمي ده شخص محترم قوي على فكره، هو كمان بيقول لك لو احتجتي اي حاجه لازم تكلميه، وانا عارفه بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك. سوس، انا كمان بقول لك كده، لو احتجتي اي حاجه لازم تقولي لي. انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ عارفه والله. مالك بتردي على قد الكلمه ليه؟ فيكي ايه يا سمر؟ سمر انا ما بحبش اشوفك كده، وبعدين اللي انت عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي، وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. لا مش اي حد يعمل اللي انت عملتيه، انك تاخدي واحده لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها، وتفضلي مستنيه معاها في المستشفى، مستنيه لحد ما باباها يجي، وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي، وده خلاكي السوس. يا شيخة والله انت مكبرة الموضوع. انا ولا مكبرة موضوع ولا حاجة. بقولك ايه، ايه رأيك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش، وبعدين كاميليا مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين، على الاقل الحالة اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش، انا عندي اقتراح تاني احلى جدا. ايه رأيك السوس تدخل اوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللون للنادي؟ مش قادرة والله. ايه ده؟ لا مفيش حاجة اسمها مش قادرة، والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الأوضة ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي أنا مش عارفة هعمل إيه، بس أكيد هعمل مشكلة. يلا قولي قولي لول، قولي لول. خلاص يا لول. قولي أوكي لول. خلاص يا لول. طيب فهمني يا عم جمال. والله يا كمالية أنا ما أعرف أقول لك إيه، بس اللي أقدر أقوله دلوقتي إن مبلغ المكافأة اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجة شغله معانا السنين الطويلة دي بعد مؤقت يعني هتطلع مبلغ مش كبير أوي. أي حاجة يا عم جمال، أهو لغاية لما نتصرف بس ونشوف هنعمل إيه. والله أنا ما عارف أقول لك إيه يا بنتي، بس كمان يعني امسكي خلي المبلغ ده معايا. يا نهار أسود أنت بتعمل إيه؟ اسمعي بس، والله ما يحصل أبدا. يا عم جمال ده أنا شايلك لي العوزة والتقيلة، أنا متشكرة أوي. العفو يا حبيبتي. يلا سلام عليكم. مع الف سلام. بقول لك ايه؟ مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ اه. متجوزه؟ لا ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها ينوبك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟ اتجوزي دي بتقول لي يا عمي. طب وهي وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟
اقول لك ايه؟ ما تشتغلنيش، فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش، صدقني انت فرصه بالنسبه لها، فكر بس فكر. لك عندي بشرة كبيرة قوي يا معلم بلح. صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشربوا عندك هنا قريب قوي. بجد؟ أحلى بشرة سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلوة 100 100. حلاوتي يا معلم؟ ده اللحم التافه من خيرك. ها، أي أمر تانية؟ لا استنى، عايز فلوس. ماني. هقول لك تروح فين والمين، وهتاخد حلاوتك 100%. وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. أوكيشن؟ تحت امرك يا معلم. روحنا في داهيه يا عم احمد، روحنا في داهيه. اسكت بقى، خلينا نفكر هنعمل ايه. تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه، وزي ما انت شايف. عايزين نشوف نخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ ما انا قلت لك نشوف اي معرض نظيف ولا نتعامل مع اي ناس نظاف بدل الناس الزباله اللي انت جبتنا لها. لو يعني انا كل مش من ظهري وايديا اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين. انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا العربيه المسروقه عربية الضابط، اكيد طبعا الضابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفله علينا، انا عارف، انا حاسس بكده. حفله النهارده علينا. يا اخي بقى ما تقعدش بقى تندب، بس نتصرف. تصرف. صباح الفل يا ست الكل. لا صباح ولا مسا. لا 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 بقى، انت امك تعمل فيا كده وانا اللي فاكراكي حبيبتي؟ لا يا اختي. والله يا خالتي، والله العظيم عاتبتها وقلت لها ما يصحش كده ياما، عيب. دي فضحتنا. معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق. لا ده انا كده بحترق كرامتي في الحاره، اعمل ايه يعني هاجر؟ هو احمد مش هنا يا خالتي ولا ايه؟ لا 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 خالص، ما تجيبيش سلت احمد خالص. لا انا مش مطمنه. لا ده ابني الوحيد في الزيت كبدي، اجوزه ليكي ازاي وامك مش طايقاه؟ ده هو يا عيني طول الليل يا حبه عيني يقول لي يما ازاي. انا ما اقدرش اقول لك لا، بس اديكي شايفه امها مش طايقاني. معلش يا خالتي عشان خاطري. لا ده كبير اللي حصل، ده كبير قوي. لا اوعى تفتكر انك هتشتريني بهديه ولا بشال. انا مصممه والله يا خالتي، انا جايه وقلقانه موت. قلقانه من اللي امك عملته؟ لا طبعا، من كاميليا اللي عماله تلف وتدور حوالين احمد، وهو كمان طلع قاعد عندها، شكله كده عايز يرجع الميه لمجاريها. يا لهوي، وانا مستغنيه عن ابني؟ انت عارفه انها كانت مخطوبه قبل جوزها ده واحد اسبوعين ومات. يا نهار اسود. اي والله ده اللي حصل. دي بتاكل رجالتها بقى يا خالتي. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ واديكي شايفه الواد احمد خيل وجميل وهي حاطه عينها عليه، ازاي الحق الواد منها؟ خلاص يبقى نجوزها. نجوزها؟ اه نجوزها، علشان بقى نقطع الحبال الدايبه دي من اساسها. ونجوزها مين؟ للحاج جمال، اهو طالع نازل عندهم من ساعه ما عبد العزيز مات. اهي حبت عين امه، اتخطف، اتخطف وهو صغار. عبد العزيز يا عين الله يرحمه. اهو يلمها. بس مش كبير عليها شوية؟ كبير ده ايه يا خالتي؟ ويعني هي هتتجوز يعني علشان الجواز؟ اهو حد يلمها وخلاص. وما تزعليش مني، اهي أرملة. صدقي يا بنت فكرة. أيوة والله. خلاص أنا هفتحه من بكرة. ايدي على كتفك. لا وانت كمان عليك الباقي. لا ما خلاص، أبوهم مات وأنا عمتها، كلمتي سيف على رقبتها. ماشي يا عسل. ماشي تتهني بيهم. الله يخليكي. بقول لك ايه، مش كل مره تيجي شايله وجايبه. انا بتحرج والله. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا حلاوتي يا حلاوتي يا جمالي، حتى لو اسود اسود ابيض جميل. اسمعي بقى اللي بقول لك عليه. مامي انا عايزه افهم. عايزه تفهمي ايه؟ بقول لك طالما الراجل معاه فلوس طز في اي حاجه بعد كده. اوكي بس انا مش شايفه اني محتاجه اتجوزه. مش شايفه يعني اني واقعه لدرجه اني هترمي تحت رجلي اول ما يقول لي يلا نتجوز. طب
طب اسمعي الكلام اللي بقولك عليه عشان ده مهم جدا. اوكي اتفضلي قولي. سمير متضايق ومش مبسوط، ما كانش فاكر ان انتي هتقدري تسيطري على الشركه وتبقي كل في الكل فيها. يعني ايه؟ يعني كل اللي في دماغه دلوقتي ازاي يمكن مروان ويركنك انتي عرف. هو في ايه يا ماما؟ انا طول الوقت محتاجه افهم. هتفهمي ايه تاني؟ افهم طبيعه العلاقه بينك وبين انكل سمير. علاقتكم غريبه جدا، مش علاقه اتنين متجوزين عادي. انا حتى ساعات بحس ان هو مش طايقني بس مش عارف يعمل ايه، لانه خايف منك. وانت كمان بحس كتير قوي انك قلقانه مني. ليه؟ كان كل واحد فيكم مش مطمن للتاني. ما اخبيش عليكي، انا مش مطمنه وخصوصا الايام دي. خلاص بفهميني بقى الموضوع كله من اوله عشان اعرف افكر واعرف اخد قرار مظبوط. سامح هو اللي باقي لك، وانا عارفه بنتي حبيبتي هتحط خاتم جوه صباح. اوكي بس افهم كل حاجه الاول. هتفهمي كل حاجه في وقتها. سامح اوعى تقولي انك لسه نايم. لا لا خالص مفيش حاجه، انا بس عايزه اشكرك على امبارح. بجد انبسطت قوي لما شفتك امبارح، حسيت ان ليا صديق وليا حد في الدنيا اقدر اعتمد عليه.